دول نيلي وشريهان، بنتين مولودين في نفس السنة ونفس الشهر، بس الاتنين حياتهم مختلفة خالص عن بعض. الفرق بين نيلي وشريهان زي الفرق ما بين برج القاهرة وبرج الأمل اللي في الطلبية في فيصل. نيلي بتنام في سرير كبير في أوضة أكبر في فيلا أكبر، شريهان بقى عايشة في حارة صغيرة في أوضة أصغر في سرير أصغر. نيلي تقدر تقول عليها من كريمة المجتمع، بنت مرتاحة بتاخد وقت طويل عشان تقوم السرير، وقت أطول عشان تفوق، لكن شريهان بقى ما عندهاش وقت، يا دوب تقوم من النوم تشرب كوباية الشاي وتفطر وتصطبح، ولازم تكون برا بيتها الساعة 7:30 عشان تلحق الميكروباص وتروح شغلها. نيلي بتاخد وقت طويل عشان تختار هتلبس ايه النهاردة من البراندات اللي عندها، وشريهان برضو نيلي بتختار لبسها على حسب مودها النهاردة عامل ازاي، وشريهان برضو بتختار لبسها على حسب ريحته النهاردة عاملة ازاي. نيلي وشريهان عمرهم ما شافوا بعض، بس النهاردة اليوم اللي هيتقابلوا فيه وحيكون نقطة تحول في حياتهم هما الاتنين، هيبقى يوم تاريخي وهما الاتنين مش حينسوه. نسيت أقول لكم، هما ولاد عم أحفاد مكاوي أبو الخير الشهير بميكي. توكيل بالإدارة ولا توكيل بالبيع؟ لا توكيل بالإدارة يا فندم. طيب يا فندم، لو توكيل بالإدارة يبقى لازم صاحب العين يجيب نفسه. طب ما أنا أخو صاحب العين يا أستاذ. لا يا فندم ما ينفعش، لازم صاحب العين هو اللي يجيب نفسه. حضرتك أنا جيت لك الصبح وما قلتيش الكلام ده يا فندم. يا فندم بقول لحضرتك لازم صاحب العين هو اللي يجيب نفسه، يبقى ما طلعش عينه أنا بقى، اتفضل امشي. يا بنت الطعمية دي هي مالها مجنزرة كده ليه؟ اوعي تكوني ناوية تسميني. مالها يا بنت الطعمية مش عاجباكي؟ مش مرتاحة لها، طعمها بايت. ما هي بايتة فعلا، جبتها امبارح وانا راجعة من الشغل. قال لها هي الساعة كام دلوقتي؟ 1:30. في لهوي انا لازم امشي. بقول لك ايه، لو تستجدعي معايا بس وتغطي يعني مكاني كام ساعة دول، ولو المديرة سألت عليا قولها اتحصرت فدخلت الحمام. احنا ستر وغطى على بعضينا، بس الشياكة دي رايحة فين؟ هلحق الشغل التاني. طب ومصالح الناس؟ انا مالي ومال مصالح الناس؟ مصلحتي انا ابدا. يلا يا بيه عند مدام هناء. يلا يا بيه. ليه النادي زحمة كده؟ ايه العربيات دي؟ تعال خش علي خش. ايه العربيات الكبيرة دي؟ تعال كده ايه خش ارجع بظهرك بقى. تعال خش خش تعال. هو في ايه النهاردة يا عم صالح؟ ابدا يا ست نيلي، اصل التلفزيون جاي يصور مع الست شيسي. ليه يعني ان شاء الله؟ يعني ايه ليه يعني يا نيلي؟ انت عندك اي فكره كميه التشاريتيز اللي بتعملها؟ انت هاف اني ايديا اصلا عندها كام فولور على انستغرام؟ سو ايه الحب الفجاه اللي طلع منك لجيسي ده؟ مش حب ولا حاجه، ام جست سينج بيكوز يو ار اسكينج ذاتس اول. طب اخرسي بقى دلوقتي. تعالي يا ست هان تعالي. عارفه يا ست نيلي، الست جيسي دي ربنا هيكرمها ويحسن اليها زي ما بتقف مع الناس الغلابه اللي زينا. اي والله يا رب اشوفك يا ست نيلي حاجه كبيره زيها. تعالي تعالي. ازيك يا جيسي؟ بصي شكلها عامل ازاي. يس شي لوكس جورجيس. هتضربي بالقلم على فكره. خلاص انتي متعصبه قوي كده يا نيلي، تعالي نمشي. ليتس جو. نمشي؟ يس. لا طبعا مش هنمشي. واتش اند ليرن. هاي جيسي. هاي هاي.
جود لك حبيبتي، ام سو هابي فور يو. بس كنت عايزه اقول لك حاجه، تقريبا الدرس اللي انت لابساه تخنك شويه، عامل لك جناب كده زي كيم كارداشيان بس على وحش. تيك كير. يو ار سو جيلس، ات فيتس مي لايك جلوفز. يلا يا سو. يلا يا جماعه، ستاند باي اند اكشن. اهلا بيكم سيداتي سادتي في حلقه جديده من برنامج بنات. تعالي نقعد هنا يا سو، في شويه شمس. ستوب يا استاذه، يا استاذه معلش، احنا بنصور هنا حضرتك. على فكره انا بقعد هنا كل يوم، وثانك جاد ان انا سايباكوا اصلا تصوروا في النادي بتاعنا، عشان بس هي صاحبتي انا اي لاف هير. احنا اسفين يا استاذه، ممكن تخش كده بالكرسي شويه؟ اوكي. يلا يا جماعه، ستاند باي اند اكشن. ومعنا النهارده الانسه جيسي، نحب نعرف منك يا جيسي تفاصيل حمله الالف بطانيه اللي انت عملتيها. والله انا في الفتره الاخيره يعني ابتديت الاحظ كده ان يعني مفيش اعمال فرديه عن فعل. يا استاذه، يا استاذه انا مش عارف اصور. على فكره انا كمان مش عارفه اتصور، ما تصورش يعني. معلش يا استاذ، ممكن نعيد من الاول؟ ستاند باي اكشن. والله انا مش شايفه اللي انا عملته ده حاجه فظيعه يعني. يعني انا شايفه ان ده الطبيعي، يعني المفروض الغني يساعد الفقير، ان اي حد نبيل عايز الكوفي بتاعي. ستوب. لو سمحت يا استاذه، احنا بنصور وبنسجل صوت. سوري، هو انا صوتي طالع معاكم؟ انا قاعده ورا. يلا يا جماعه. انت معلش ثانيه واحده. نبيل هات لي الكوفي بتاعي بليز بسرعه، وما تعديش من هنا، عدي من ورا من عند سو عشان هي بتصور، حرام. كملوا كملوا يلا. اند اكشن. تحب تقولي ايه لبنات جيلك؟ والله احب اقول يعني لكل البنات اللي في جيلي ان هو لازم يكون في حياتهم وقت للخير، يعني دي حاجه ضروريه. مش منكسي وحشتيني. ستوب. بعد اذنك ممكن اصور في مكان تاني عشان كده اوفر جدا. يلا يا جماعه. اوكي. ايه ده ايه ده، انتوا رايحين فين يا جماعه؟ ام اومست دان. طب قولوا لي رايحين تصوروا فين عشان اجي معاكم. تعالي يا سو تعالي. صباح الخير. صباح النور. انا بحب الخير قوي عشان الولاد تحبني. في ايه يا صباح الهم والغم؟ ما لقيتيش اختي غير بنتي اللي تلسني عليها. ومالها صباح يا عين امك؟ مش عاجباكي؟ جرى ايه يا وليه يا طرش البلعات يا كنسة الحارة؟ انت نسيتي نفسك ولا ايه يا وليه؟ الله يرحم، لما كنت داخلة علينا الشارع الكوع مهبب والوش محبب، واللي يستبح بيكي لا يكسب ولا يتسبب. طب لمي نفسك يا عيقة بدل ما مسخر بيكي بلاط الحارة. مسخري مين يا وليه يا خارجي بيت انتي؟ طب فكري كده واعمليها، ده انا كنت افتح قرنك انتي واللي يتشددني. ما تلم الدور يا صباح. ولا وطلع لك حسي يا مرات المزين يا بتوع الفتلة. جرى ايه وليه منك ليه؟ ايه في ايه؟ كلكوا عليها ولا ايه؟ وانتي مال اهلك انتي رخرة؟ ايه اللي حشر؟ صباح ده انا واقفة في صفك. وتقفي في صفي ليه يا حبيبتي؟ قطعة ما اقدرش اقوم بيهم. لا ده انا اقدر اقوم بيهم وب 18 زيهم. يا حارة عرة، يا حارة واطية، يا حارة لا فيها لا حرمة ولا ذكر. السلام عليكم يا طنط انصاف. فخصة عليكم جيرة معفنة. ميرسي مشكرة. جرى ايه يا خالتي؟ انت مش هتبطلي مناكفة في خلق الله وخناقات البلكونات دي كل يوم كده؟ ما هما لنسوان غجر بيخرجوني عن شعوري، لكن انا جوايا ست مؤدبه، هما اللي الماما وغجر ومش من مستوايا. خالتي ما شفتيش البلوزه بتاعتي كده المشكره اسمر في احمر؟ مالك يا بنت متلهوجه كده ليه؟ متسربعه على ايه؟ اصل الواد هاني هيعدي عليا عندنا مصلحه كده في عيد ميلاد. قطع وقطع سيرته. هو المعدول بتاعك ده مش ناوي يخلص؟ ما هو يا اما يخلص يا اما يخلصنا. يا خالتي انت مش لسه قايله لي الموال ده الصبح قبل ما انزل الشغل؟ ما هو السقع ابن السقع
بقاله 4 سنين وهو مبلط في الخط وما عندوش دم، طالع نازل داخل خارج واكل شارب، وما شفناش من امه اي حاجه. نسيتي يا خالتي تقولي قايم نايم. بتتريقي عليا يا بنت؟ اخس عليكي، انا مش هكلمك يا شريهان وزعلانه منك. انا اقدر ازعلك برضو يا قمر يا زينه البنات، يا سبوحه يا شحروره انتي، يا فاتنه صفت اللبن. ده انا من يوم ما ابويا وامي ماتوا يا خالتي وانتي الوحيده اللي محتضناني. اي لاف يو حبيبه خالته يا ناس. كنت هعيط يا شريهان. ما تستهوكيش عليا يا بنت، انتي هتستعبطي. بقولك ايه، سيبيني لما يجي اشكه بكلمتين يمكن يحس يا اختي ويخلي عنده شويه دم. خلاص بقى يا خالتي، ما هو غصب عنه والله، ان كان عليه هو عايز يدخل النهارده قبل بكره. وانا كمان برضو بصراحه يا خالتي بقى. يا نحنوحه يا حلوه، انا قلت انا هتصرف يعني انا هتصرف. يا ريتنا يا اختي جبنا سيره حاجه عدله. اهو جه القرد ابو زديري هيخش دلوقتي يتنطط يتنطط يتنطط. طب والنبي يا خالتي افتحي له بس على ما اغير هدومي براحه عليه. ها ان شاء الله تتفتح دماغه. ما تتنيل تستنى مسروق على ايه؟ هتخرب الجرس ده، هتخرب بيتك. ما تبطل بقى خبطه في دماغك. ايه في ايه؟ بتسرقنا كده ليه؟ صباح الصباح وليالي الملاح على مداوية الجراح السنيورة صباح. اهو صباح زي وشك والسلام. ايه يا اخوي داخل علينا كده زي عود العصب المسوس، ايد ورا وايد قدام، انت ما بتحسش؟ قلعت برقع الحياة من ساعة ما ربطت البت معاك، ما دخلتش علينا بكيس برتقال. اجيب ايه يا خالتي وانا داخل بيت الكرم كله؟ يعني مهما قلت مش هوفي، ومهما جبت مش هيكفي. مفيش بقى لقمه على السخانه عشان هفتن. طب خاسم مهاري تدفع وماله، بس اعملوا لنا سندوتشات بقى عشان مستعجلين. مستعجل على الديوان يا خي؟ اديك هتاخد المعدوله تسرح معاك في الموالد كتاكسيت النيله. موالد ايه؟ هو انا ساحب معايا غازيه؟ فيها يا خالتي انت بتكلمي هاني الدبدوب، اكبر دي جي ومتعهد افراح وحفلات في البلد، وان شاء الله يوم فرحك هظبطك. لو على وشك مش عايزه اتجوز، بلاها جواز يا اخوي. جرايه يا خالتي انا بتدلع عليكي، انت زي امي. امك؟ امك مين يا روح امك؟ امك بيعت البطاطا؟ بتسلم عليكي والله، قالت لي اول لما تشوف خالتك صباح تبصي لي. يلا يا شوشو عشان متاخرين. خلاص انا جهزت اهو يا دبدوبي دوبي دوبي. ايه الحلاوه والقلاقه دي؟ عجبك؟ تحفه. كل الشباب صحابي قالوا لي كده. شباب مين يا بنت اللي قالوا لي كده؟ بنكفك يا دوبي دوبي، بهرك بجد التوب. جميل جدا، ده جديد ده صح؟ يعني مش قوي، من ثانوي كده. سنة انا برضو بقول ايه ريحه النفتالين دي؟ لا دي ريحه الاسبراي بتاعي بس، هي كارفه بس. اسبراي يقضي على الرائحه والحشرات في ان واحد؟ لا بقى ماشي. طب يلا عشان مستعجلين. تهدي السرعه شويه. بقول لك ايه، ولا تحتكي بيا ولا تتكلمي معايا خالص، انا على اخري. ماله اخرك؟ يعني عاجبك يعني الامراض اللي بتامرزها لي خالتك صباح دي؟ طب وايه يعني؟ ايه الجديد؟ ما كل ما بتشوفك بتامرزها. ايوه بس الانسان مننا برضك طاقه، وانا هفضل ان شاء الله كده اتامرز لحد امتى؟ وبعدين انا عملت ايه اصلا عشان الامراض اللي بتامرزها لي دي؟ ما هي دي المصيبه، ان انت ما بتعملش. عارف لو كنت عملت ما كانتش امراضاتك، انما انت بقالك 3 سنين داخل واكل شارب نايم قاعد رايح جاي. خلاص بقى سك على الموضوع ده لحسن، وكتاب اللي هخش بينا احنا الاثنين في اي وقت. خلاص 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 براحة. صباح الخير. الحقيقة أنا ليا سؤال، أنا أمتلك شركة كبيرة ولا طابورة؟ يعني أغيب 5 أيام أرجع ليا التسيب ده؟ حد يرد عليا؟ زي ما حضراتكم كل أول شهر بتطالبوا بحقوقكم، شوفوا واجباتكم. دينا فين؟ الله؟ فين دينا؟ ما حد يرد؟
الحمد لله على السلامة يا مستر عبد الله. خير في ايه؟ خير؟ هيجي منين الخير؟ لما يكون عندنا تسليم شغل هاني ومتأخرين عليه ده يبقى خير؟ حضرتك عارفة انك في شركة كبيرة ولا لا؟ أنا لا يمكن أسمح بالتسايب ده. لو مش عارفة أنت شغالة فين؟ تقدري تقدمي استقالتك. ولا كلمة. ورايا. اتفضلي اقفلي الباب وراكي. كلام فاضي. مفيش التزام. وحشتيني يا توتي أوي. أنت أكتر يا عبودي. كان لازمته إيه كل الزعيق اللي أنت عملته ده؟ هنت عليك؟ حركتين بس عشان محدش ياخد باله. إيه بقى؟ مش يلا ولا هوبا؟ لا. هوبا. هو ده. بابي. أهلا نيللي حبيبتي. وحشتيني أوي. هاي بابي. هاي روحي. طيب يا دينا اتفضلي بس اياك تروحي عشان عندنا شغل كتير. اه اخبار جنيف ايه؟ ولع ولع. ارهاب برضو؟ لا اسعار. ارهاب ايه؟ تعالي ارتاحي. انا مبسوط جدا النهارده للدرجه دي. انا وحشتك؟ لا خالص يا بابي. انا خلصت الليمت بتاع كريدت بتاعي ولازم اشتري شانيل باك باك الجديده. بس كده؟ هي دي حاجه بسيطه. انا بقالي 3 اسابيع ماشيه بستيلا مكارتني. هفضل عايشه فيها طول حياتي يا حبيبتي؟ اطلاقا. انا مستغرب فعلا انت ازاي ماشيه بستيلا ديت. ما تجيبي سقاره ولا حتى ثينكل. ايوه يا سو. انا اللي انت روحتي فين؟ سو انا ما بقدرش اقعد في مكان اكتر من كده. وبعدين انا عملت اللي انا عايزاه خلاص. سلمي لي على سو. ايوه انت هتجينا على عزم امي بيكو ولا هتعملي ايه؟ انت فاكراني فاضيه؟ انا ورايا حاجات كتير قوي. لسه عندي بول دانسينج كلاس وبعده عندي يوجا وبعدين عندي بيلينج وبعدين هعمل ضوافري. كل ده مش عاجبك يا بنتي؟ مش هينفع نسيب البنت في الظروف دي. مامتها لسه ميته. انا مش بحب الاعزاز وبعدين ما بحبش بيكو اصلا فمش هاجي. نيلي ما تنسيش تسلمي لي عليها عشانك. بابي ثانيه حبيبي بتكلم. اوكي. طب انت عارفه مين هيبقى هناك؟ شادي. طب تحبي نتقابل هناك ولا تجيلي؟ ابقى اعدي عليكي. باي. طيب اوكي باي. باي ايه؟ اديكي قفلت وما سلمتيش عليها. بابي انا هتاخر النهارده. لا يعني ايه تاخري؟ احنا قلنا مفيش تاخير بعد الساعه 2. معلش عندي عزا مهم جدا لازم اروح. عزا ايه اللي في اخر الليل ده؟ ليه في الجندول ولا برازيانا؟ بابي ممكن اقول لك حاجه؟ اتفضلي. انا بجد مش عارفه ازاي مامي الله يرحمها الست كلاسي الشيك شي واز كوين مش عارفه ازاي كانت مندمجه معاك. انت كل حاجه بتحبها بلدي. الويج اللي انت لابسها دي بلدي. ويج ايه يا حبيبتي؟ دي باروك. دي عامله زي بتاعه المغنيين. ما تجيب واحده زي بتاعه نيكولاس كيج. إيه عندك حق. انا كنت رايحه اجيب فعلا اجيب واحده رزي بس قالوا لي مفيش اكس لارج. بابي مش دي بس اللي بلدي. كل حاجه بلدي. كلامك اصحابك السكرتيرات اللي بيشتغلوا عندك هنا كلهم بلدي. يعني البنت اللي قبل دي اللي شعرها كيرلي كانت احسن شويه. بليز بقى بلاش الجو ده عشان ما اتكلمش كتير. ما قلتليش عايزه كام فلوس؟ عايزه $5,000. I love you by the way. I love you too. يلا ناخد سيلفي عشان احطها على انستغرام واقول لك الحمد لله على السلامه. ليس 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 ليس. فرح 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 فرح. يلا العيال الصغيره بقى كلها تيجي. الاطفال اطفالنا الاوفياء يجوا. يلا يلا ثروه بلدنا اهلا بيكم. يلا نبطل فرك بقى. لا لا عيب نبطل فرك ونهدى. انت مش قلت العيال الصغيره تيجي؟ يلا بتتزحلق. يلا تعالوا نهدى ونثبت. يلا دلوقتي نسمع سقفه كبيره قوي عشان فكره الاراجوز. كمان سقفه كبيره. صحيح ثانية واحده. ده مين صاحب العيد ميلاد؟ اهو تعالى تعال 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 تعال. اهلا 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 اهلا. اسمك ايه؟ اسماعيل. اسماعيل. اسماعيل ايه؟ احمد محمود الجدي. اسماعيل احمد محمود الجدي. اهلا وسهلا. بقى عندك كام سنه يا اسماعيل؟ سانك. سانك. هو بيشكرني ليه؟ لا سانك بالالماني يعني 8. 8 ده عنده 8؟ لا عندي 5. 5 سنين. اه 5 سنين. طب وايه احساسك بقى يا سمعه وانت بقى عندك 5 سنين؟ يعني اكون لوحدي وبعمل الحاجات دي. انت كل لوحدك وبتعمل الحاجات دي؟ حاجات ايه؟ ايه الحاجات اللي يعني باكل لوحدي. بتاكل لوحدك. تمام حلو. طيب يلا بقى ايه نغني لسمعه هابي بيرثداي تو يو. هابي بيرثداي تو يو. ايه ده عبيط؟ عبيط ليه كده؟ ليه يا سمعه؟ عبيط ده انا كان في بيرثداي غير تورته.
من غير تورته؟ غير تورته. اه طب ايه نجيب له تورته يعني ولا ايه؟ ناصح ناصح. طب نغني ايه يا سمعه؟ فرتكه 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 فرتكه. طب يلا فرتكه فرتكه على الطبله وعلى السكسكه. فرتكه فرتكه على الطبله وعلى السكسكه. يلا يلا يا سمعه يلا اروح العب بقى. ماشي روح العب. ايه الطفل الغريب ده؟ فرتكه ايه؟ يلا خدي بقى. هاي عليكم يا ولاد. هاي يا ترى فين لوز الأرجوز؟ اطلع يا لوز يا أرجوز يا عبيد. اطلع يا لوز يا عبيد. اهلا وسهلا بأطفالنا الحلوين. دلوقتي هنلعب. ما تستعجل شوي. ما هو الأرجوز اللي بيكلم كده. دلوقتي هنلعب ألعاب جميلة بس لازم أنده للمساعدة بتاعتي. يا عبلة يا عبلة. اهلا 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 يا ولاد. ما تلم نفسك شوية يا لوز يا أرجوز. ما انت اللي بدأتي يا عبلة يا هبلة. لازم تلم نفسك عشان ما خليش ليلتك نكد عليك وعلى دماغك. ما بقتش تفرق معايا مدام اصطبحت بوش العقربة البومة الشريرة خالتك صباح. طب وحياة أمك لا قلناها عشان تأمرزك. وتأمرزني ليه؟ عشان بقالك 3 سنين مبلط في أمها. مبلط في أمها؟ هي قالت مبلط في أمها؟ قالت آخرنا 10 minutes. أنا مش بقدر أستحمل الأعزية دي، بتبقى كئيبة قوي. أصلا مش عارفة بقول إيه دلوقتي. بقية في حياتك شدي حيلك something like that. إيه يا بنتي الكلام القديم ده؟ كل الناس بتقول البقاء لله. اوكي اوكي. فين بيكو؟ هي هير شي از. بيكو حبيبتي البقاء لله. بصي يا حبيبتي هديك البقاء. بليز اوعي تتضايقي. الحمد لله انا احسن كتير. برافو عليكي. شيلي كل النيجاتيف انرجي اللي حواليكي عشان تريحي روحك وروح مامتك الله يرحمها. كانت تعبانه قوي في الاخر بس الحمد لله استريحت. برافو عليكي. خليكي كده بوزيتيف، حتى لما تفتكريها افتكري لها الحاجات الحلوه. فاكره لما كانت بتيجي توصلك للمدرسه الصبح؟ انت عارفه يا سو كلنا كنا بنيجي بالدرايفرز الا ماما بيكو كانت بتصمم تسوق في البرد عشان توصلك. سو سويت. فاكره كانت بتدخلنا كلنا كلاسز وبعدين تستنيكي كده عند السور وتشاور لك. فاكره؟ شي سو كيوت. لا كانت فظيعه. انت مش فاهمه العمليه اللي عملتيها. زايده. ايوه زايده. فاكره. لا يا بيكو انت مش فاكره، انت كنت بينج، انا كنت واقفه معاها بره. انت مش فاهمه الست كانت منهاره. ايوه كانت عماله تقول لنا انتوا عارفين مين اللي جوه؟ بيكو اللي جوه، حته مني اللي جوه، كان ناقص نجيب لها اوضه جنبك. خلاص وخطوبتها انت ازاي نسيتي؟ اوف ازاي نسيت؟ نيلي بليز ستوب ات. خلاص. لا يا بيكو ده احلى موقف في العالم. الست كانت خلاص على اخرها في المستشفى وصممت تيجي على عكاكيز عشان تشوفك في القاعه وتعمل لك سربرايز. بس يا خساره هي مش هتلحق تشوفك وانت عروسه. خلاص بقى حرام عليكم بقى. يا حرام. حرام فعلا. She's not strong enough عشان تستوعب الموقف. ايه هاني في ايه؟ حرام عليك انا مش عارفه اشوف رجلي بالبتاعه دي. في ايه؟ ما خدتش بالي. خبطتني على فكره. خلاص الرقص بعيد عني. طب ركز بقى شويه ركز. الله يا حبايبي يا حلوين. يلا انت يا صغير طلعت بره. يلا مش قادره اتنفس يا هاني. ما توقف الكراسي دي حرام عليك انا مش قادره اتنفس. يلا يلا حبايبي. انت ليلتك سودة وحياة عمري ما انا سايباك. انت جننتي ولا ايه؟ الله انت بتضربني؟ حرام عليك اللي قاعدة مستحملة من بتاع الزفت ده. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ انت بتضربيني بالكرسي؟ انت كمان غبي يا هاني. انت ليلة اهلك سودة النهاردة. بيتك يا بيتك يا جنين اطلع بره. لا ما حدش يطلع بره. اطلع بره. اطلع بره. انت غريب المجانين اطلع بره. اطلع بره. اطلع بره. شادي how do I look? You look great. هاي شادي. هاي.
هاي، ازيكم عاملين ايه؟ ازيك يا شادي؟ تمام. هو انتوا جايين مع بعض ولا انت لقيتها على السلم؟ لا احنا جايين مع بعض. هو انت ما تعرفيش ان احنا اتصاحبنا ولا ايه؟ وان شاء الله خطوبتنا قريب قوي، اكيد هنعزمكم. ايه ده، مبروك. I'm so happy for you guys. Thank you so. You're welcome. Oh. Bye Pico. اثبتي يا شوش، اثبتي. هذا انت عايز ايه؟ عايز ايه؟ انت ايه اتجننتي؟ بتضربيني بالكرسي؟ مفكره نفسك بتتخانق في خماره ولا انت امير قراره ولا ايه؟ ايه ده؟ هو انت اللي كنت جوه الدبدوب؟ ما خدتش بالي. وحياه خالتك؟ ايه؟ بنت انت بنت؟ إيه؟ واحنا كل ما هنقفش على بعض ولا هنشد مع بعض هتمد ايدك عليا؟ راعي يا ماما ان انا عيل غبي، يعني ممكن في مره اديكي ضربه موتك. نعم يا اخويا، هو انت عايز تمد ايدك عليا واقف ارقصلك؟ هتمد ايدك همد ايدي. والنبي. اه. طب تعالي بقى، تعالي اوريكي مد الايد، تعالي. اطلعي بره يا جبانه. مش طالعه. اطلعي يا جبانه. انت برتقاله ولا سحلفه ولا ايه؟ ما اطلعي. مش طالعه. ماشي. ماشي يا شوش. انا مش همد ايدي تاني يا شوش، تمام؟ انا همد رجلي بعد كده. همد رجلي. طب انت بتضرب هنا عشان ايه؟ وحياة امي. طب بص هتعملي ايه؟ اصبر عليا. اه بس بس خلاص 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 كفايه، هتقلب بجد على فكره. بس يلا اتنقلي اركبي عشان اوصلك. اسف، لازم تعتذر لي الاول. يا جبانه، ده انت اللي ضرباني ومهزاني قدام الناس، اعتذر لك ازاي؟ انت برضك هتبتدي قدام الناس تعتذر لي الاول؟ طب اتمسي يا شوشو احسن لك. متاسفه، كرامتي فوق كل شيء، لازم تعتذر لي الاول لانك اهنتني وبهدلتني قدام الناس، وانا مش هسامحك. ودلوقتي كمان بتضربني في بطني. ليه بتضربني في بطني؟ مش هسامحك يا هاني. هاني 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 تعالى، ما حصلش حاجه. هاني تعالى. هاني مشيت ليه؟ كان لازم امشي طبعا عشان ما اقعدش اتفرج عليهم. البتاع دي كانت هتقعد تغيظ فيا بجد زفته، وهو حيوان لايقين على بعض قوي. سو هو انت لسه قاعده عندك بتعملي ايه؟ لما انا امشي انت تمشي. يلا قومي. ولا اقولك خليكي خليكي خليكي، ابعتي لي دلوقتي حالا ريبورت على واتساب، قولي لي بيعملوا ايه، صوريهم لي على الموبايل. باي. حسابك كام يا حاج؟ 175 قرش. حاضر. انا غبية عشان انا اتدلقت عليه. انا بجد غبية غبية. عايزة في السحب تتفصل زي دي يا جماعة؟ حد يلحقني. بابي الحقني، انا خبطت برتقاله بالعربيه. لا اي جاس مصره. انا لما اطلب من حضرتك طلب، حضرتك تنفذ الطلب بدون اي تجويد منك. ما تدخلنيش في تفاصيل لو سمحت. اتفضل اديني رئيسك المباشر. ايوه يا فندم. لا يا فندم، انا مستاء جدا. يا فندم حضرتك عارف ان انا ضابط شرطه، يعني اهم حاجه عندي الاتقان والاخلاص في العمل. انا عايز حضرتك تتابع الموضوع ده بنفسك. اراجع مع حضرتك بعض التفاصيل. تمام تمام تمام. لا الرز شعريه يا فندم. تمام. الفرخه محمره زياده. تمام. شكرا شكرا. ليمون مع اصفر. شكرا شكرا. زهران عمر فندم، اندهلي يا ابني البنت اللي عملت الحادثه والشاهد اللي معاها، وتابع لي موضوع الاكل. علم يا فندم. السلام عليكم يا فندم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا مش عايزك تخافي، حقك هجيبهولك بالقانون وأنا مسؤول بنفسي. ها؟ احكي لي كده بالتفصيل إيه اللي حصل. حاضر يا فندم. حضرتك أنا كنت نازلة من الأوتوبيس مروحة على البيت، أصل كان عندي عيد ميلاد. آه طبعًا، كل سنة طيبة، واضح جدًا يعني. مش عايز التفاصيل قوي دي. ها؟ حاضر، بس حضرتك نزلت من الأوتوبيس رحت على الكشك بتاع الراجل الطيب ده، قلت له عندك لمبادة؟ قال لي ما عنديش غير لمبادة بالكريمة، وأنا ما بحبهاش بالكريمة، أصل حضرتك عارف إنها بتحمي على الصدر. أنت ما جربتيش اللي بالفراولة، جميلة جدًا يعني. خشي في الموضوع. حاضر يا فندم. قلت له بلاش لمبادة، عندك معمول؟ قال لي اه عندي معمول. قلت له بكام المعمول؟ قال لي بجنيه 75. قلت له ليه؟ ده في كل حته بجنيه ونص. ثواني، الكلام ده حصل؟ حصل يا باشا. ايه 75؟ ما هو بجنيه ونص في كل حته، مش هعمل كده تاني. ده ربع جنيه ده ايه؟ خلاص حضرتك انا مسامحاه. كملي. حضرتك انا اديته 2 جنيه، قال لي ما عنديش فك، لازم تاخدي حاجه بربع. قلت له طب عندك توفي؟ قال لي ما عنديش توفي. ما عندكش توفي ليه؟ ما عنديش يا باشا. توفي ليه؟ مش خش. ما عنديش توفي عشان الشركه ما بتنزلش توفي. اديني اسم الشركه دي. معلش يا حاج. خلاص يا فندم فكك من التوفي وركز معايا يا فندم. معلش احكي لي بقى خبطتك ازاي. كده يا فندم، بيو كده بالظبط. دي اكتبها ولا ارسمها ولا ايه؟ بلاش خبطتك ازاي؟ خبطتك امتى؟ ما حضرتك ما بصيتش في الساعة، ساعتها ما كنتش فاضية، كنت بعمل حادثة. اوه، خبطتك وانت بتعملي ايه؟ وانا بديله الربع جنيه، ما انا بقول لحضرتك انا دخلت ايدي كده بقى عشان ادور على الربع جنيه، فضلت كتير بقى لغاية ما في الاخر اديته ربع جنيه وهو قال بس ايه الهبل ده؟ يا زهران! عمر يا فندم. اندهلي يا ابن الست اللي بره. والسعي كده؟ ايه والسعي ده؟ انا واقفه في بيتكو. ايه ده؟ خير؟ خير ايه؟ حضرتك اللي عايزني. قوم اقفي. How dare you? I'm fine, thank you. قوم اقفي. حضرتك كلمينا بالعربي. انت جايه هنا متهمه مش جايه كورس. ربنا يكرمك يا باشا ويعلي مرتبك. على فكره انا وقفت بس عشان بحترم بلدي وبحترم القانون. احكي لنا ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان الحاجة دي كانت واقفة في نص الشارع وخبطت لي عربيتي. مش انا اللي خبطتك، انت اللي خبطتيني، انا كنت واقفة عند الراجل. اسكتي خالص، انا بكلم الضابط مش بكلمك انت. ماشي، والضابط ده هو اللي هيجيب لي حقي وينصرني باذن الله. اكيد مش هتكدبني وتصدق دي يعني، كوم اون. اكيد هصدقها هي لانها معاها شاهد. الاستاذة دي كلامها هو كله صح، والهرم دي هي اللي ضربت الكشك بتاعي وخبطتها بالعربية. انت تكرس خالص. معلش بس قبل ما تكمل التحقيق بتاعك، انت تعرف انت بتتكلم مع مين؟ انا عارف انا بتكلم مع مين، بس اللي انا عايز افهمهولك يا فندم ان هنا ما عندناش لا خيار ولا فقوس. انا عارفه الخيار، بس ايه فقوس؟ يعني هنا قدام القانون الكل سواسيه، واللي ليه حق انا هجيبهوله من عين التخين. الو، اهو قاعد قدامي، كلم بابي. مش هكلم بابي انا. ها؟ ولو بابي ده مدير الامن مش هكلمه برضه. مش عايز يتكلم. اوكي باي. طبعا مش عايز اتكلم. عارفه ليه مش عايز اتكلم؟ لان البلد دي اتغيرت خلاص. كفايانا بقى، انتوا فاكرين نفسكوا ايه؟ عشان معاكوا شويه فلوس وشويه سلطه هتمشوا تدوسوا على خلق الله من غير ما حد يحاسبكوا. ايوه يا فندم تمام. ليه عايشين في غابه يا زهران؟ عمر يا فندم. خدها يا ابني على الحجز. ربنا ينصرك زي ما نصرتني يا رب. مش دي يا ابني البرتقانه؟ لا حضرتك ما ينفعش كده، ده ظلم. على فكره حياتي بره. ما ينفعش تعملوا كده. حرام عليكم. طيب بدي اروح الحجز انت لوحدك. اتفضل. ظلم يا باشا. الحجز اتفضل. ظلم يا باشا. اتفضل يا فندم اقعدي. ده الفقوس بقى. انا بريئه والله، هي اللي خبطتني بالعربيه. هي كل واحده تيجي هنا تقول لي الجملتين دول. يا عم حرام عليك. ايه ده؟ انت هتدخلني فين يا عم؟ يا عم انا مش هعرف ادخل كده، هتحشني يا عم. اتحشني. عند قالك البسيها يعني. محمد ايدك معايا والنبي. محمد بقول لك ايه؟ احنا عايزين نغفلها نقوم قلبينها على شفا ونزل براش الاول ومش قلبان على جوه على طول. ماشي. لا استنى بس يا عم. يا عم يا عم انت ما تدخلنيش يا عم. ايه اللي على شفا ومش قلبها ده يا عم؟ خلاص بقى انت ما قدامكيش غير حل واحد، تقلعي البتاع ده عشان تدخلي جوه. لا لا لا، ابوس ايدك ابوس ايدك، انا لابسه برتقانة على اللحم. طيب بقول لك ايه؟ يعني انت حاولي بقى ايه تيجي على نفسك شويه كده وتضغطي لغايه ما تخشي. طب والنبي بالراحه يا شريهان. خالتي خالتي يا شريهان. خالتي عامله ايه يا حاجه؟ ما ينفعش تقفي تكلميها كده.
يو يا اخويا دول كلمتين بس. استنى بس، دي تعليمات الباشا المأمور برضو. طب وماله التعليمات اوام؟ خد يا اخويا عفو. لا 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 انا ما بشربش غير اجنبي. اعملي حسابك ان المره الجايه اكون اجنبي بس ما تطوليش معاها قوي. ان شاء الله المره الجايه. ايه يا بنت ما تمسكي نفسك شويه، اجمدي كده. مش قادره يا خالتي، مش قادره هموت وادخل الحمام ومش عارفه حتى اقعد من البتاعه دي. سيكي نفسك بس شويه دلوقتي وبلاش تقعدي، خليكي واقفه لحد ما اشوف الضابط ده سكته ايه. لو سمحت مكتب البيل مامور فين؟ ايه ده استاذ عبد الله؟ ايوه. اوبا اهلا وسهلا. ازيك يا استاذ عبد الله؟ الحمد لله. انت مش فاكرني ولا ايه؟ سامحيني الحقيقة لا. أنا صباح. صباح بتاعت المقطم؟ مقطم إيه يا أستاذ عبدالله؟ أنا صباح أخت شادية مرات عبد الحليم. هي شادية اتجوزت عبد الحليم؟ آه صح، في معبود الجماهير. معبود الجماهير إيه بس يا أستاذ عبدالله؟ ما تفوق يا أخويا معايا. عبد الحليم أخوك. عبد الحليم أخويا. ست صباح ازيك؟ طبعا لك حق ما تفتكرنيش، ما انت بقالك زمن ما بتسألش، حتى ازيك مستخسرها مستخسرها ما بتقولهاش. لا ده كده مش صباح بقى، ده كده جورج وسوف. ها اللي احنا نهارنا ابيض ولا حاجة؟ ان شاء الله. يو نسيت البيت. شريهان سلمي على عمك يا شريهان. ازيك يا عم؟ ازيك يا شريهان؟ شريهان بنت عبد الحليم اخويا. يا كبرت واتدورت ما شاء الله، فين كانت لمنايه صغننه كده. ايه يا شريهان؟ عامله ايه يا حبيبتي؟ وايه اللي جابك هنا؟ والله العظيم يا عمي انا مظلومه، في واحده زباله خبطتني بعربيتها وبدل ما يرموها هي في الحجز رموني انا في الحجز وهي قاعده فوق حاطه رجلي على رجل. حسبي الله ونعم الوكيل فيهم. يعني منهم راكبين عربياتي يا استاذ عبد الله؟ طبعا، ما تلاقي ابوها تاجر مخدرات ولا رجل اعمال من اللي بيدفعوا رشوه قد كده. المهم انت كنت جاي الاسم تعمل ايه يا استاذ عبد الله؟ لا ما هو غالبا انا تاجر مخدرات ابو الزباله الواطيه اللي حاطه رجل على رجل فوق، وحسبي الله ونعم الوكيل. لا يا فندم الموضوع بسيط بإذن الله، ثم إحنا عيلة واحدة، ثم شريهان ونيلي بنات عم. يا فندم أنا المعلومات اللي عندي إن نيلي بنت عم لبلبة. لا بقصدش كده، لا يا فندم، نيلي بنتي أنا وشريهان بنت عبد الحليم وشادية. عبد الحليم وشادية إيه يا فندم؟ شريهان يا فندم أخت عمر خرشد. يا فندم مش القصد. أنا فاهم حضرتك ببساطة. أخويا عبد الحليم. حضرتك أخو عبد الحليم؟ حضرتك مش شبهه خالص. لا مش عبد الحليم اللي في دماغ حضرتك، عبد الحليم اخويا الله يرحمه اتجوز شاديه خلفه شريهان خلاص. ونيلي بنتي انا وانا عبد الله. حضرتك بقى اكيد عبد الله مشرف. او فرغلي. هو ستك اسمك ايه؟ انا تيسير فهمي. كمل. الحقيقه عبد الحليم اخويا ما كانش شقيق يعني، والدي الله يرحمه لما توفى زي ما تقول صلة الرحم ما كانتش قد كده يعني، العلاقات خفت ما بيننا يعني، فتقريبا البنات ما شافوش بعض من ما شافوش بعض خالص. الحياة دي غلطتنا احنا الكبار للأسف يا فندم، يفعلها الآباء ويقع فيها الأبناء. نعم أؤمر. احنا كده مضطرين نعمل صلح، بس الأنسة شريهان ما كانتش عايزة تتصالح. لا ازاي مش موافقه؟ مش موافقه ازاي يا شريهان؟ يعني هترضي انك تحبسي بنت عمك؟ بص يا شريهان انا هقول لك ثلاث حاجات. الدم عمره ما يبقى ميه، والضفر عمره ما يطلع من لحم، وديل الكلب عمره ما بيتعدل. حضرتك نسيت واحده، ان الحرام عمره ما بيدوم. ده ملوش اي علاقه بموضوعنا يا فندم. يا فندم بجمله عمره. خلاص تمام يا حضره الظابط، بس بوس ايدك خليني اروح عشان اقلع البرتقانه دي. طيب يبقى حصل خير. نيلي قومي بوسي شريهان وسلمي عليها. نيلي تكلمني بابي؟ يا حبيبتي قومي بوسي شريهان وسلمي عليها. شريهان مين؟ بنت عمك. مين دي اللي بنت عمي؟ يا فندم للاسف هما مش هيقدروا يفهموا دلوقتي. حضرتك تقدر تاخد العائله الفنيه بتاعتك وانا هقفل المحضر بمعرفتي.
نيلي وبعدين اللي هنعيده هنزيده. الله no way out of the blue كده يطلع لي بنت عم واسمها شريهين وكمان تطلع برتقانه. انا بكذب مثلا؟ صدقيني يا بنتي دي بنت عمك. no way بنت عمي انا تبقى الجربوعه دي. ما تحاسبي على كلامك بقى يا حبيبتي اللي سكتلك من الصبح. استني انت جرائيه يا استاذ عبد الله، يعني ده جازتنا يا اخويا ان احنا اتنازلنا. هي ما تقصدش. على فكره انا اقصد واقصد قوي، ومين اصلا الست البيئه دي؟ لا 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 جرائيه بقى. وبعدين يا استاذ عبد الله ما تعمل كنترول شويه يا اخويا. حاضر هعمل كنترول. نيلي دي الست صباح تبقى خاله شريهان واخت شاديه مرات عبد الحليم. روتانا كلاسيك قوي اللي انت بتقوله ده. يا بنتي عبد الحليم ده يبقى اخويا عمك، انت ازاي مش عارفه؟ هاو مش عارفه لان عمرك ما كلمتني عنه. لا كلمتك عنه بس انت اللي ناسيه. بقول لك ايه يا استاذ عبد الله، احنا ولا عايزينها تفتكرنا ولا عايزين تفتكرك، وكفايه قوي لحد كده. يلا يا خالتي. لا يلا فين؟ الله انت هتمشي ازاي بالمصدر ده؟ هاو عادي هناخد 41 بشرطه يروحنا لحد البيت. يلا يا خالتي احسن البتاعة دي هرشتني جامد. لا يا اختي انا هاخد لك تمنيه مخصوص هدفع فيه 2 جنيه. يلا استني بس. ايه يا جماعه؟ انا هوصلكوا. بابي لو مش مكسوف ومش خايف حد يشوفك ده بيقولوا خالتي ازاي؟ انجويت انا ماشيه مع نفسي. هي على طول يا اخويا مخنوقه كده. ست صباح انا بكرر اعتذاري على اللي حصل النهارده. نيلي والله طيبه قوي بس هي عصبيه حبتين، بس صدقيني قلبها زي الفته البيضة بالظبط. قصدك البفته البيضة؟ ايوه بالظبط هي البفته البيضة. ولا يهمك يا سي عبد الله حصل خير، اهي بردك زي اختي الصغيره بالظبط. هي شكلها حلو وبنت ناس بس ما شافتش تربيه. انا برضو مقدر البهدله اللي حصلت لكم النهارده في الاسم. عادي احنا متعودين على كده. بس تصدقي رغم كل ده انا مبسوط قوي اني شفتكم النهارده، زي ما تقولي كده ليكم شوقه. القلوب عند بعضيها يا سي عبد الله، انت كمان كان ليك وحشه. طيب ما تيجي. اجي فين يا اخوي؟ في الفيلا، في الفيلا عندي. ما تيجي بكره تشرفونا نتغدى مع بعض والولاد يقعدوا مع بعضيهم واحنا كمان نقعد مع بعض ولا ايه؟ وماله؟ نيجي يا سعبد وهو البنات يقعدوا مع بعضيهم واحنا كمان نقعد مع بعضيهم. هو ده. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا اختي وده ايه ده يا اختي ده؟ عادي يا خالتي عادي، هما الناس البهوات بيبقى عندهم من النوع ده كتير. سيدك موجود؟ ماذا؟ لا سيبيها لي دي بقى يا خالتي. يا ايتها الكاميريرا الفلبينية، نحن بصدد لقاء السيد عبد الله. حاصلة ساو وبلده. سأبلده. شكرا لك أيتها البلهاء. فضل بسم الله ما شاء الله. ايه ده يا بنتي يا شريهان ده لبلب في اللغات. امال يا خالتي ما شاء الله عليك يا حبيبتي. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. اللي انا بيتي نور النهارده. منور بصحابي يا استاذ عبدال. ازاي حضرتك؟ اهلا يا حبيبتي. اهو كده لازم فعلا نتبادل الزيارات والود، احنا اهل يا جماعه. احنا على طول تحت النظر يا عمو. عمو؟ الله بحب الكلمه دي منك قوي، طالعه من بقك زي العسل يا حبيبتي. طب اتفضل يا استاذ عبد الله، دي حاجه بسيطه كده، 5 كيلو يستفنجي وطبق بسبوسه يستاهل بقك. والله ما كان له لازمه التعب، اول مره اشوف بسبوسه تجيب بسبوسه. طيب استاذنكم البيت بيتكم، انا هطلع بس اندهل نيلي واجي على طول. برضه عملت اللي في دماغك وجبتهم هنا في البيت. نيلي معلش نبقى نتكلم بعد ما يمشوا، بس دلوقتي من فضلك قابليهم كويس عشان خاطر بابي. هو مين قال لك اصلا ان انا هقابلهم ولا هنزل اقعد مع الناس الجرابيع دي؟ نيلي وبعدين عيب، دول قرايبنا. قرايبنا ازاي؟ ازاي ايه؟
شريهان اللي قاعده تحت دي تبقى بنت عمك عبد الحليم اللي هو اخويا مش شقيقي من ام تانية، عشان جده ميكي الله يرحمه كان متجوز واحده تانية غير ماما ميمي. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه ده؟ لا انتي لسه عايشه؟ مين دي يا خالتي؟ دي الحاجه ميمي مرات جدك مكاوي. ازيك يا حاجه؟ سلمي على ستك يا شريهان. ازيك يا ستو؟ ايه ده؟ هي ليه عامله كده؟ الزمن غدار، هدها من عمايلها السودة. أصلها كانت ست قادرة وما كانتش بتطيق جدتك ولا أبوكي، ومن ساعة جدك ما مات وملقوش ولا مليم من ثروته وهي حالها بقى عامل كده. وبعد ما جده ميكي الله يرحمه توفى زي ما تقولي العلاقة ما بيننا خفت، خصوصا إن ماما ميمي ما كانتش بتحب أبدا ماما زيزي اللي هي مامة عبد الحليم أخويا الله يرحمه هو كمان، فعشان كده كانت بتمنعنا إن احنا نروح نشوف بعض أو نتزاور. طب بعد الهري ده كله المفروض انا اعمل ايه دلوقتي؟ تنزلي تقابليهم وتضيفيهم كمان كويس. الله، مش قرايبك دول؟ قرايبك انت ودي بنت اخوك انت، انا مالي؟ نيلي من فضلك، شريهان تحت دلوقتي عارفه انك موجوده، لو ما نزلتيش تقابليها هيبقى شكلك وحش. على فكره يا بابي انا شكلي حلو جدا ومش فارق معايا خالص، لو انت فارق معاك انزل انت اقعد معاهم اعمل اللي انت عايزه، دو وات ايفر يو وانت. يا بنتي احنا ما صدقنا لقينا عيله تودنا، بدل ما احنا بطولنا احنا الاثنين كده، حتى بعد عمر طويل تلاقي حد يجيلك وتروحي له. بليز بليز انا مش بحب النيجاتيفيتي وشغل المتسولين ده، من فضلك اخرك معايا هفضل قاعده في الاوضه محبوسه لحد ما هم يمشوا، وانت ممكن تقول لهم ان انا في النادي في السبا بعمل دايوز مع اصحابي اي حاجه، بس ريممبر ان انا هفضل محبوسه في الاوضه لحد ما الناس دي تمشي وهعصر عن نفسي زيتونه ليمونه whatever. مش whatever، ليمونه زيتونه ازاي هتعصريها؟ انا ممكن اعصر زيتونه عادي. لا ليمونه. اوكي هعصر على نفسي ليمونه، بس بليز انجز وافتكر ان بنتك قاعده محبوسه عشان الجرابيع دول يتبسطوا تحت في بيتي. منوره يا حاجه مين. خالتي مش عيب عليها في السن ده لسه بتقرا ميكي. الله يكحمه جدك بقى مطرح ما راح، ما انت عارفه ان هو كان صاحب المجل وهو اللي كان بيكتب لغز ميكي. حسبي يا بنتي لا تعضك. استني يا خالتي اما نشوف. يا ماما ايه ده؟ ايه ده؟ يحيي العظام. وبعدين معاكم انتوا كل شويه هتضايقوني، انا مش قلت لكم ان لسه ما قريتهاش؟ مام مام بليز اهدي، بي كوايت مام. ايه ده عشان خاطري؟ طب ما كانش عشان خاطري، عشان خاطر شعرك. مام لما بتسخني شعرك بيحمر. ايه ده؟ عمو ما تخافوش ما تخافوش. لا ما نخافش ايه يا عمو؟ دي بتقوم تمشي. ايوه ما هي بتمشي. امال قاعده على الكرسي ليه، بتشتغلنا؟ لا ابدا، هي بتمشي وساعات ما بتمشيش، بتتكلم وساعات ما بتتكلمش، اصل هي مش قاعده، هي عندها مرض نفسي والدكتور قال ان عندها اضطراب وجداني ثنائي القطب وضلالات. طبعا ما هي طول عمرها ضلاليه وتاكل مال النبي اكل. انتوا عملتوا لها حاجه؟ ما عملناش حاجه خالص يا عمو، ده انا بس كنت باخد منها المجله زامت عليا وقامت مشيت. طب ودي حاجه بسيطه يا بنتي، المجله دي اللي سابها لها داد الله يرحمه. وهو المرحوم ساب حاجه غير المجلات؟ ايوه صحيح يا عمو، امال الثروه بتاعت جده راحت فين؟ هو مش كان عنده شركة شحن وتجارة لعب أطفال وكده؟ والله يا بنتي محد يعرف الله يرحمه، صفى الشركات كلها ومنعرفش ودى الفلوس فين، حتى شركة الشحن لولا وقفتي وشوية فلوس من مامة نيلي قدرت أوقفها تاني على رجليها. يعني ما سابش ولا فلوس ولا عقود أراضي ولا أملاك ولا أي حاجة؟ والله يا بنتي لا أبيض ولا أسود، ما لقيناش في الخزنة غير العدد ده، بس داد كان قال إن الثروة في لغز ميكي، جايز يقصد إن الثروة الحقيقية في العلم اللي سابه. علم؟ شلاه يا علم، يعني هو كان حفر الكنال يا خي. مش مهم ما علينا. هي الأمورة الزغننة فيه؟ الأمورة الزغننة في النادي،
عندها تدريب متفوقة رياضيا جدا. النهاردة كلموها قالوا لها ان عامل لها تكريم صغير كده في النادي، كانت زعلانة جدا ان مش هتحضر معنا الغداء. قدمها فرقة فنية اعمل ايه يا ديات؟ قلت لها بنتي روحي وحصلين واحنا بناكل هتلاقيها جت على طول. يلا اتفضل. لسه قدامي شوية يا سو، انا قاعدة متثبتة في الأوضة مستنية لحد ما يمشوا. بقولك ايه، انا هنزل اجيلك دلوقتي، مش مهم خلاص طز فيهم بقى بابي يبقى يتصرف معاهم ولا اي حاجة. سو ممكن اطلب منك طلب؟ فكرة الجام اللي اديتيهولي المرة اللي فاتت اللي هو كان اسمه ايه، سمرة؟ سمارة. ايوه ده معصب قوي، بقالي ساعتين اصلا عمالة باكل فيها مش قادرة تفها. بليز هاتيلي منه تاني. ثانك يو باي. سو بقولك ايه، في منه بس بيعمل بابلز. انا مش عاوز كسوف بقى، ده بيتكم. ها يجعله عامل. اهلا وسهلا. يا سلام. قد ايه انا مستمتع باللمه. انا عندي اقتراح، ايه رايكم لما نتلم اللمه دي كل يوم جمعه؟ لا الجمعه مش هينفع، بيبقى عندي شغل. بتشتغلي يوم جمعه؟ ليه انت بتشتغلي ايه؟ ما بحبش اتكلم في الموضوع ده. اسكت يا استاذ عبد الله، الناس خيبتها السبت والحد وهي خيبتها الاثنين وما وردت على حد. بس يا خالتي. بسيت. ليه يا حبيبتي انت بتشتغلي ايه؟ حضرتك انا الصبح بشتغل في الشهر العقاري، وبعد الظهر بشتغل كاشير في الشبراوي، ويعني بالليل بنزل اشتغل مع خطيبي. ما شاء الله ثلاث شغلانات. على كده يا بنت مقرشه، ها ومعاكي فلوس. ما بحبش اتكلم في الموضوع ده. بلا خيبه على خيبتها دي، لو لمت حق بلوزه اذبح عيد واعمل فرح. بلوزه؟ ثلاث شغلانات وبلوزه؟ لا لا لا، الاسبوع الجاي تجيب ورقك وتجيلي الشركه طبعا، ومرتب مبدئي 5000 جنيه. وحياة امك. وحياة امي. اسفه يا عمي، اصل يعني الخضه بس اتخطيت معلش بجد. طبعا يا بنتي، ازاي يبقى عمك صاحب اكبر شركه للشحن في الوطن العربي كله وتتبهدلي البهدله دي؟ ها ربنا يعلي ما قصدك واشوفك في اعلى المراتب يا سي الاستاذ عبد الله يا ابني ميمي وميكي. ميرسي، حلوه قوي الدعوه دي يا صباح، خصوصا موضوع المراتب. خلاص الله، ساعه كده وهاجي لكم. اقفلي دلوقتي هكلمك تاني. نيلي انت جيتي يا حبيبتي؟ جت من النادي. نيلي. نادي ايه يا عمو؟ هو لا مؤاخذه النادي ده فوق. ايه كل ده يا بابي؟ انت مش قلت هتغديهم وتمشيهم؟ ايه يا بنت تغديهم وتمشيهم دي، احنا جايين من الشارع. انت بتتكلمي ليه اصلا يا بتاعه؟ انت حد كلمك؟ هو انت عايزين اسمع شتمتي بوداني وافضل قاعده ساكته؟ هو انا مش هتمتكيش اصلا، بس لو عايزين اشتمك ممكن. نيلي بس يا بابي. لا بس بجد يا بابي، وريني كده يا حبيبتي هتشتميني ازاي وانا سايب عليكي لساني يبردك برد. لو هتسيبي عليا لسانك انا ممكن اسيب عليكي كلابي. جرى ايه يا استاذ عبد الله؟ ما قلت لك يا اخويا تعمل كنترول شويه. طبعا طبعا نيلي. وبعدين شريهان انتوا بنات عم يعني زي الاخوات بالظبط. بابي انا قلت لك بس حصل، لو سمحت ما تتكلمش بقى، انا هعرف اتصرف مع الناس دي. وبعدين ايه اخوات دي؟ احنا مش اخوات اصلا. جرى ايه يا بنت انت؟ مالك متنيه ومفروض علينا كده ليه؟ ما كلنا ولاد تسعه. انا بنت اتنين بس اللي هم بابي ومامي، لو انت بنت تسعه شوفي الموضوع ده مع مامتك. اخرسي يا واطيه يا زباله يا بنت الوطيه. انت اتجننتي تدفعي عليا السكينه في بيتي؟ اقف عليك السكينه بالمعلقه والشوكه كمان لو انت حامل. الحمد لله ان احنا بناكلكم يا بنت. قسما بالله على جنبك مجتمع السلطه. في سوء تفاهم مش اكتر. انا هفهمها حبيبتي، هي تقصد تسع شهور ان اي ست بتبقى حامل الحمل الطبيعي تسع شهور. لفه بعيده قوي. انت مقتنع اصلا باللي انت بتقوله ده؟ بابي انا لازم امشي عشان عندي ميعاد، لما ارجع مش عايزه الاقي المناظر دي في البيت. لا بقى ده كده كتير قوي يا استاذ عبد الله. يلا بينا يا شريهان. يلا يلا يا اختي، ده احنا اتهزقنا على الاخر. لا عاش ولا كان اللي هزقك وانا موجود يا ست صباح. ولا عاش ولا كان ايه؟ اسكت بقى ما تخلينيش ادهم لك. اوعى إيه من وشي. يلا يا خالتي يلا. يلا اسكت. اديني سكت. عمو طبعا الخلاف اللي حصل بيني وبين بنتك قليله الربايه ده ملوش اي علاقه بموضوع الشغل اللي بينا، يعني عشان اثبت لحضرتك قد ايه انا بروفيشنال في الشغل.
بعد إذن حضرتك. اتفضلي يا حبيبتي. يا بنتي كانت اكسبيرينس تحفة، حطوني في حتة كده اسمها ستيفا استنيت فيها. ايه ده، ايه ستيفا دي؟ I've never heard of it. حتة كده زي waiting area بس زحمة قوي، حاطين فيها كل المجرمين. This is so cool. الجوجل هتستني. معرفش، I don't think انك هتلاقيها يعني. نيلي سو ازيكم؟ هاي هاي هاي. شفت صورتك وانت في البوكس امبارح والكلاب شبيه. على فكرة أنا كمان شفت الانترفيو بتاعك، كان بشع. إن شاء الله الانترفيو الجاي هيعجبك قوي، بس أنت بقى لما تتحبسي المرة الجاية بقولي لي عشان أبقى أجيب لك عيش وحلاوة. باي باي. So funny وفيك قوي. على فكرة دي مش عينيها، دي لانسز. أنا ركزت دلوقتي. بس لايقين على بعض جدا. سو أنت هبلة صح؟ لا أنا عادي. أنا مش فاهمة يعني، هي بتغزني عشان طلعت في انترفيو؟ أنا ممكن أخلي بابي يطلعني في أي انترفيو أنا عايزاه بكرة على فكرة. أنا ليه؟ هي طالعة في انترفيو بتتكلم عن الحاجات الخيرية اللي هي بتعملها، أنت هتطلعي تعملي إيه؟ إيه المشكلة يعني؟ أنا كمان هعمل خيرية. لا لا، اللي حصل ده ما يصحش أبداً يا سي عبدالله. ما عندكش فكرة أنا اتأثرت قد إيه؟ طبعاً أنت عندك حق تزعلي. ما يصحش، بس هو البنت من ساعة ما مامتها ما توفت عايشة لوحدها، وأنا بدلعها غصب عني، كان لازم أدلعها زي ما أنا عايش لوحدي ومحتاج حد يدلعني. فقلت اللمة بتاعت العيلة بتاعتنا هي اللي هتقرب البعيد. آه معك حق. ها صافي يا لبن؟ حليب يا قشطة. على ميعادنا النهاردة؟ بس يا خسارة اللمة دي مش هتكمل، أصل شريهان تعبانة شوية مش هتقدر تيجي معانا. يا محاسن الصدف. نيلي كمان مش هتقدر تيجي لأن عندها انترفيو النهاردة في التلفزيون. طب خلاص بقى نأجلها لبعدي. مين ده؟ ده لسه بقولك يا محاسن الصدف، تقوليلي كده. المهم انت تبقي جاهزة امتى؟ يعني كمان ساعة كده. تحب اجيلك على فين؟ ما تجيلي شقة المهندسين ونخلص. ما تختيش يا سي عبدالله. لا لا انت فهمت ايه؟ انا اقصد تعالي شقة المهندسين نتقابل وننزل ناكل في اي ريستوران. طب خلاص تعاليلي بعد ساعة على المزلقان بر. عيني اؤمري. تعيش يا سي عبدالله. طب يلا بقى يلا عشان الحق اجهز وما اتاخرش. باي باي يا سي عبد الله. ناوي على ايه يا صبوحه؟ هتستفردي بالراجل؟ لا يا اختي مش عايزه استفرد بالراجل. هستفرد بيه ليه؟ انا بس عارفه انك انت بتحبي تخرجي مع خطيبك يوم الجمعه، بتحبوا تخرجوا سوا سوا كده، فقلت يعني اسيبك يا حبيبتي عشان تبقي براحتك. ما انت عارفة يا خالتي ان انا والواد هاني متخانقين ومش هنزل معاه. ليه؟ متخانقة معاه ليه؟ ده الواد طيب وحتة سكرة ودمه شربات. ايوه دمه شربات على قلبي. وبعدين يا اختي ما انتوا ياما بتتخانقوا وترجعوا تصطلحوا تاني، ما فيهاش حاجة. شفتي؟ اهو جبن الله ابن الغالية حبيبتي. قولي له مش موجودة يا خالتي. لا يا بنت ازاي عايزاني اكذب؟ يا نوشة يا حبيبي انا جاية افتح لك اهو. عايزاني اكذب يا شريهان؟ اخص عليك. حاضر يا حبيبي جيان. اهلا وسهلا. ايه النور ده كله؟ ازيك يا نوشة؟ وحشتيني يا حبيبي. يا اختي ايه الجمال اللي انت فيه ده النهارده؟ منور يا حبيبي. خير يا خالتي مالك؟ مفيش يا حبيبي، بطمن عليك. هو انت مش زي اخويا الصغنن؟ وبعدين ايه الترينج الحلو ده؟ انت مش حران؟ هو في ايه يا خالتي؟ في رز بلبن يا حبيبي، تحب اجيب لك يطري على قلبك؟ لا بقول لكم ايه؟ الكلام ده ما يمشيش معايا، مش هاني الدبدوب اللي تكلموه بالطريقه دي. عايزين تفضوها سيره؟ الدنيا يا حبيبتي شبكتي والاقساط بتاعت الجمعيه، 7 شهور على داير المليم. اقساط جمعيه يا معفن؟
هو احنا من يوم ما شفنا خلقتك شفنا منك لا ابيض ولا اسود كتك 60 نيله. ايوه كده اظبطي، انا ابتديت اقلق. خلاص يا خالتي، عايزه ايه يا هاني؟ طيب اسيبكوا براحتكوا بقى. ها وانتي يا حبيبه خالتي افردي وشك شويه، ادي الواد شويه حنيه. وانت يا نوشه ما تنساش بقى سلمني على امك، اصلها وحشاني يا معسله قوي يا بتاتا. هي خالتك رافعه حاجه ولا ايه؟ ايه يا غزال مالك حرنان علينا ليه كده؟ انا اصلا مش موجوده يا هاني، انا في مشوار. طب ما تتاخريش بقى عشان انا قاعد مستنيك. ايه في يا بت؟ بقالي اسبوع بكلمك في التليفون ما بترديش ليه؟ انت ازاي ياض يا هاني يا معفن تسيبني واقفه في الشارع وكمان وانا لابسه البرتقانه؟ ايه ده، هو انت ما كنتش راكبه جنبي في الموتوسيكل؟ لا والله ما خدتش بالي خالص. طب والبوكس اللي اديتهولي في بطني؟ البوكس ده محبه وغلاوه. دي غباوه. شوشو انا جاي عشان اصالحك وافسحك واخرجك من المود اللي انت فيه ده. ومين قال لك اصلا ان انا هنزل معاك؟ ليه ما عنديش كرامه؟ ماشي يا شوشو براحتك، الغي بقى مع الواد اللي كان هيودينا الدريم بارك ده. وحياة امك يعني انت كنت هتوديني الدريم بارك؟ اه. وتركبني الدوده والمنخل؟ دوده ايه وانا موديك جنينه الفسطاط؟ بقولك الدريم بارك. اوعى يا دي هاني يكون قصدك الملاهي الكبيره دي اللي بنشوفها من على الدائري. ايوه هي دي اللي فيها الراجل المدور ابو نضاره ده بيقول دوبي تعالوا بينا يلا احنا وش الله. اه بس مفيش شيل، هنروح انا وانت بس. ماشي. هتيجي ولا لسه كرامتك ناقحه عليكي؟ مين قال لك اصلا ان انا عندي كرامه؟ مفيش كرامه في الملاهي. هاني هاني خمس دقايق بالظبط هكون موجود. اه بس وحياه ابوك خد البلوزه دي دوس لي عليها شويه. من عينيا. دوبي تعالوا بينا يلا احنا وش الله نقعد نتسلى. شوشو. ها يا البلوزه دي مكمكمه ليه كده؟ انت كنت ناشراها في الحمام؟ انا ما غسلتهاش اصلا يا هاني. وبعدين مالك فاضل لها لبستين وبعد كده اغسلها. دوس انت بس عليها كويس. دوس لبستين وبتكويها ليه اصلا؟ مساء الخير. الو ايه يا حبيبتي في ايه؟ ما تقلقيش يا صباح هتاخد منك الشال عشان نقعد براحتنا بس مش اكتر. اه طب خدي وخدي دي كمان لحسن ده انا حران. لا لا كفايه الشال. لا ما تخافش انا ساتره نفسي من تحت. خدي يا حبيبتي خدي. يوه ثانك يو. بس والنبي يا اختي حاسبي عليها لا تتكسر، اصل راحه بيها فرح بكره. تعالي. مساء الخير مستر عبد الله. مساء الخير. ازيك؟ مساء الخير يا هانم. اهلا وسهلا. نورتونا. ميرسي. تحب حضرتك تقعد سموكينج ولا نو سموكينج؟ ثواني اسال هانم، سموكينج ولا نو سموكينج؟ ايه السموكينج ده؟ هتدخني؟ اه انا بحب اشرب معس. عندكوا قص؟ نو سموكينج بليز. اتفضل. اتفضلي يا هانم. اتفضلي حضرتك. متشكر. ما قلتليش ايه رايك في المكان؟ حلوه قوي مش بطال، بس المزيكا يا اخويا جايبه لي كرشه نفس وقلبه معدتي. مفيش حاجه فريحي كده؟ فريحي؟ اه اخليهم يضربوا لك حالا فرتكه فرتكه. شكرا. والنبي يا عبد الله تديني الملح، الشوربه برد وما فيهاش لا ملح ولا فلفل ولا فيها طعم ولا فيها شوربه. استني دي مش شوربه، دي عشان نغسل ايدينا مش اكتر. ايه نغسل ايدينا؟ انا قلت كده برضو. وماله ادينا غسلنا جوفنا. جوفنا.
بشجعها. سي انا بشكرك على قبول دعوه العشاء. تعيش. نورتيني. كتر خيرك يا استاذ عبد. اوكي. بتعملي ايه؟ ايه؟ بتغرغر. هو مش ده غسول؟ غسول؟ ده نبيت. نبيت؟ لا انا ما بشربش النبيت. عندكوا اوزو؟ لا مفيش. هو ماله قلب سحنيته كده ليه؟ ده المثل بيقول لقيني ولا تغديني، احنا مش مفروض في مطعم؟ افتوت. ايه ده؟ انت بتبرتم تقول ايه؟ لا انا سامعاك وممكن اقوم لك، انت ما تعرفنيش. صباح. لا بقول لك ايه بقى، انا اتخنقت، المكان ده ريحه مش خفيف على قلبي. قوم يا سي عبد الله نروح مكان تاني يا اخوي، انا مش مستريحه هنا. حاضر، انا هوديكي مكان تحفه ولحسن الحظ لزق في شقه المهندسين. لا احنا مش رايحين لزق في شقة المهندسين، مش رايحين المهندسين خالص، احنا رايحين مكان تاني. مش انت عايز تتعشى؟ اه خلاص سيب لي نفسك وانا مش هخليك تنت. مين اللي معانا؟ ايوه مين؟ ايه؟ لا مش سامع الاسم. بصرف النظر ماشي ايا كان، دخلها بسرعة بس عشان ننجز الله يخليك. ماشي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. انتوا مين بقى؟ أنا الماكير وده الكوافير. بتوع مين؟ الأنسة نيلي. الأنسة نيلي؟ نيلي. نيلي. نيلي فوازير. بتاعت زمان. نيلي بتاعتنا اللي بنشوفها. نيلي مين؟ أنتِ مش فاهمة؟ كارثة. الاستوديو بايظ جدا، ما فيهوش نظام خالص. وكمان أنا نسيت الفاونديشن بتاعي، مش عارفة اللايتنج بتاعهم هيطلعني بيل ولا إيه. ابعتيلي على الواتساب. اوكي. واقف قدامي شكله زي ما هو عادي بنفس العضلات كل حاجه. سلام. طب اقفلي عشان هو بيبرق لي. اهلا. هاي استاذ يوسف. ولا يوسف عادي عشان ما كبركش. يو تمشي يعني مش ازمه. أوكي. اي حاجه حضرتك. انا نيلي مكاوي. اهلا بيكي نيلي مكاوي. كل الناس بتقول لي كوين ان، بس انت لو عايز تطلع كول قدام الناس ممكن تقول لي نيلي. بصي المرحلة الجاية أنا عايز أبقى كول قدام الناس قوي. نيلي بالظبط. خطفة كده نيلي. تمام يا نيلي. أوكي طيب ممكن نقعد؟ أوكي معلش، بس قبل ما نقعد هدي لك الورقة دي، دي اللي فيها الأسئلة اللي هتسألها لي. أنت جايبة لي أنا أسئلة يا نيلي؟ ميرسي. طيب بما إنه جايبة لي الأسئلة فأنا ممكن أستأذن في حاجة في الأسئلة دي؟ اتفضل. في سؤال هنا أنا عايز أبدأ بيه، اللي هو إيه أكتر لون شعر بيليق على بشرتك؟ الحاجات دي لما بنبدأ بيها بتسخن. لا معلش بليز، ما تغيرش ترتيب الأسئلة. ولو عايز تسألني على تاتوز أو بيرسينجز اتس نون أوف يور بزنس. فاش. بالظبط. الحاجات الشخصية دي ما بنتكلمش فيها على الهواء إطلاقاً. بالظبط. حاضر يا نيلي. اتفضلي ميرسي، ربنا يخليكي. عن إذنك. الأسئلة هنا، أنتِ رايحة فين؟ هقعد. ده الكرسي بتاعي، أنا بقعد الناحية دي. جايبه معاك من بيتكو يعني؟ أنت بيبي قوي. لا بيبي إيه؟ ده البرنامج، يعني كل واحد فينا بيقعد. خلاص نو بروبلم، أقعد في أي حتة. طيب اتفضلي. ممكن تظبطني بس؟ يا باشا والله أنا واقف بقالي ساعة أهوت مستنيك. عند البوابة مستنيك. ماشي، مع السلامة. هو أنت بتكلم مين؟ لا ما تاخديش في بالك. المهم ايه حكاية عمك بقى اللي طلع لكم ده وغني قوي وعنده شركات وأطيان؟ ايوه ده طلع جامد قوي، ده قال لي انه هيشغلني عنده في الشركة ب 5000 جنيه. 5000 جنيه؟ ايوه. هو في حد أصلا بياخد 5000 جنيه؟ أنا هيديني 5000 جنيه. ليه يديكي 5000 جنيه وأنت من بيت أهله؟ إيه الغباء ده؟ بقول لك عمي. أيوه صح، لا عمك يديكي صح 5000 جنيه صح. المهم إيه رأيك في الدريم بارك؟ تحفة. أنا حاسة إن هيجرالي حاجة من الانبساط. ممكن ندخل بقى؟ يلا ندخل. هندخل حالا أصلا يا ماما لسه لما. ألو
وكتاب اللي انا واقف عند البوابه يا باشا. ماشي اطلع هتلاقيني على طول. لابس لون ايه؟ لابس لون الدريم بارك. ايوه اطلع بس هتلاقيني والله. مع السلامه. مع السلامه. هو انت بتكلم مين كل شويه؟ هو في حد جاي لنا؟ حد مين؟ لا طبعا مفيش حد. بصي هو في مصلحه زي اللوز يعني ساعه زمن وهنخلصها. هو انت جايبني تفسحني ولا تشغلني؟ استني بس قبل ما تكشمي لي وتحرفي في وشي كده. اهدي اهدي. في المقام الاول جاي افسحك، بس هي فسحه وشغل في نفس الوقت. يعني هم جماعه عايزين يصوروا اعلان وعايزين العيال المودرن دول يجوا يلعبوا ويتبسطوا كده قدامهم ويصوروه. يعني لعب وشغل. بس ده ما كانش اتفقنا يا هاني. ما تبقيش غبيه يا بنتي، هيطلع لك قرشين حلوين تجيبي لك بهم طقم كاسات، مقابض، اي حاجه. ولا انت يعني خلاص عشان هتقبضي 5000 جنيه في الشهر هتتنططي على اللي جابوا اهلي؟ بصي يا بنت الناس، انا بفسحك على قد ما قدرتي، بس اللي اضمنه لك ان انا راجل شريف وفلوسي دي فلوس حلال. خلاص خلاص يا هاني انت هتشحت. طب امان عليك يا هاني، تقول لهم ان انا مش هينفع اركب الحاجات الصعبه، يعني اركب الحاجات الهبله زي الفنجان اللي بيعمل كده ده، الحصان اللي بيعمل كده، يعني اخطر حاجه هركبها السيارات المتصادمه. لا لا لا، ولا هنوصل للمرحله الخطره دي اصلا. يا بنتي انا مفهمهم على كل حاجه، قلت لهم يا جماعه لو سمحت عايز حاجات خفيفه، دي خطيبتي حبيبتي، يعني مش جايبها بهدلها، انا جايبها ادلعها. ابو سيدك بعد اذنك نزلني عشان خاطر ارجوك، اصل انا عندي فوبيا من الحاجات دي. كات. ليه يا هاني؟ احسن يا وحش جدع. بنت شوشو جدع، شكلك حلو جدا في الكاميرا، وبعدين عماله تمثلي حلو وعامله مرعوبه وخايفه. برافو عليك هاني. ابوس ايدك خليهم ينزلوني عشان خاطر خد كل الفلوس اللي معايا وخليهم ينزلوني. صعبه قوي صعبه قوي. بس ممتعه. لا 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 مش ممتعه. ورحمه امي هطرش يا هاني، هطرش هطرش يا هاني. التلت السريع مع الصاروخ وهو طالع. ها عصام اخر مره هنظبط التلت مع الصاروخ. اكشن يا هاني. قول لهم عصام الحمام مش قادر. يا رب تموت يا عيني. وحش وحش وحش. هنعيد تاني يا بيه. اظبط التلت يا عصام. وتظبط التلت يا عصام. وتظبط التلت يا عصام. الله يخرب بيت اهلك. انت ايه يا اخي؟ مفيش غيرك. شوشو هو ده. هاي يا عصام مكمل اول يا اخي. منك لله يا اخي، منك لله. البنت ماتت يا حمصاني. اتاكدوا لو البنت ماتت غيروها وهاتوا واحده تانية. ها مش فاضيين، عايزين نصور. اتفضل. اه بس اليوم محسوب على فكره. خد جيب الهنا والشيف. اي اوامر تاني ست صباح؟ اسلم ايدك يا بطاوي تعيشني. تحت امرك. يا سلام، انا ما اكلتش اكله بالطعامه دي من 22 سنه و 8 اشهر. يا اخويا بالهنا والشفا، هو انت اكلت حاجه؟ طب ده حتى راس الخروف اللي احنا طالبينه لسه ما اكلتش نص. لا انا تمام كده، كفايه قوي. طب خد الكارع ده من ايدي عشان تسلق طول. لا لا مش هقدر صدقيني. طب حته الليه دي بقى عشان تحلي بق. احلي بق بليه؟ دي ممكن بقى تقف عندي في الاورطه وتجيب اجلي. انت بتتدلع، ما انت زي البغله اهو ما شاء الله. خد بقى ما تكسفش ايدي. وانا برضو اقدر اكسف الايد اللي زي المربى دي. عسل يا سي عبدالله. طب يلا بقى نخلص الاكل عشان نخش على القنبله. قنبله؟ يعني ايه قنبله؟ الحلو يعني. الحلو اسمه قنبله؟ يا اخويا هما اللي بيسموها كده، اصلهم ناس مبالغه. اه وعباره عن ايه بقى القنبله دي؟ هو رز بلبن بالقشطه بالعسل بالمكسرات بالفواكه بالبسبوسه والايس. يحزني يا امه
احنا لسه معاكم في برنامجنا، ودلوقتي جه فقرتنا مع نيلي مكاوي. نيلي مكاوي بتقول انها عامله مبادره تساعد بيها الفقراء وتقف جنبهم وما الى ذلك. خلونا الاول نرحب بنيلي. ازيك يا نيلي، عامله ايه؟ انا ام فاين الحمد لله، حفظتهم الحمد لله. اتمنى يكون كل حاجه بخير يا نيلي. قولي لي بقى، انت عامله مبادره علشان تقفي بيها جنب الفئات المحتاجه، الفقراء والغلابه اللي في بلدنا، ايه بقى المبادره بتاعتك؟ انت مش فاهم يا جو انا تعبت قد ايه. قعدت اكتر من ساعه ونص بفكر ازاي اساعد الفقراء والمساكين. ساعه ونص كامله؟ ساعه ونص بدون توقف. بالظبط. تعبتي؟ كنت عايزه اخرج من كل التابوز وافكر اوت اوف ذا بوكس. كفايه بقى ان احنا نقعد نديلهم فلوس، نديلهم سقف، نديلهم هدوم، نديلهم جاموسه. معقول الناس زهقت كل يوم لحمه فراخ سمك؟ فقر النهارده بياكلوا بندق ولوز وجوز وعين جمل وكاجو وكل الحاجات الجميله دي، زهقوا خلاص. بالظبط طبعا. فكنت عايزه بقى انا افكر بطريقه ديفرنت. اختلاف. ايه بقى الاختلاف اللي انت عملتيه؟ ممكن بس بليز ما تقطعنيش عشان انا عارفه حركات المذيعين دي. اطلاقا انا بساعدك، يعني بسالك اسئله كتير عشان نفتح زوايا كتير، المشاهد المصري، المشاهد العربي، المشاهد الدولي يعرف مبادره نيلي مكاوي. اوكي، فانا كنت عايزه اكون كرييتيف وما اقعدش بقى اجيب لهم بطاطين وجوده. بلا رخصه يا شيخ، بطاطين ايه؟ ففكرت ان انا اعمل لهم محاضره. مبادره؟ اوكي، اعمل لهم مبادره. وسميتها الفقير وانا. الفقير وانتي، هتعملي ايه بقى مع الفقير؟ ممكن ما تزايدش على كلامي عشان الشفافيه. سيبك من قصه المزايده اللي مالهاش علاقه باللي احنا بنقوله على الاطلاق، كملي يعني. طيب دلوقتي انا كنت محضره فيديو كليب، المفروض الناس الاعداد بتاعك يكونوا قالوا لك. فيديو كليب ولا تقرير؟ لا فيديو كليب. فيديو كليب. ايوه فيديو كليب. انتوا عندكم فيديو كليب ولا تقرير يا جماعه؟ طيب نيلي هستأذنك، احنا هنشوف الفيديو كليب اللي انت جايبه لنا. استأذنكم انكم تشوفوا معانا الفيديو كليب ده، مراعاة ضبط النفس، المذيع ينصح نفسه وينصح حضراتكم بضبط النفس الكامل. نشوف الكليب وبعدين نكمل الكلام. دقيت على باب الحياة لما انجرح كفي، دقيت على باب الحياة لما انجرح كفي، على قد حالي، على قد حالي ودنيتي 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 توعد ولا توفي. ومشيت في مليون اتجاه والدنيا حنفع كده. الدنيا حنفع كده ما تيجي في يوم صفي. ليه اللاسي ومفتري الدنيا بتبوسه واللي على فضل
متشكرين على كل حال متشكرين على الجرحى الخوف الألم على هم أتقل من الجبال يا دنيا اللي مشيلة دهب وتقال متشكرين على كل حال متشكرين على الجرحى الخوف الألم على هم أتقل من الجبال وليه الراس ومفتري دنيا بتفوز واللي على صيد الكريم الخلق بتفوز ليه الراس ومفتري الدنيا بتفوز واللي على صيد الكريم الخلق بتفوز ها انبسطتوا بالكليب اللي انتوا شفتوه زي ما انا كده انبسطت واشرقبت عنقي و بقول لكم ايه نيلي نموذج من ضمن نماذج موجودة عندنا ما بتعبرش عن طبقة ولا بتعبر عن جيل لكن هي بتعبر عن ناس موجودة في حياتنا في أيام سودة أيام غبرة الحقيقة سعيدة أيام غبرة هو أنت بتتريق واضح أن أنت ما فهمتش الفيديو كليب أنا ما فهمتش أنت ما فهمتش بس أنا متأكدة أن التارجت أودينس بتوعي فهموا أنا عايزة أقول إيه يعني انت شايفه ان الفئات المستهدفه اللي انت بتعبري عنها او اللي انت بتدافعي عنها عبرتي عنها مظبوط جوه الكليب ده رقص ضحك هزار يعني انا قعدت اذاكر كل الاغاني الشعبيه بتاعتهم لقيت ان هما بيقعدوا دوخينا يا دنيا وقالوا لعبت يا زهر وتبدلت الحاجات وحلاوه وهم قاعدين يرقصوا وكده فانت قدمت لهم الفن اللي هما بيتفرجوا عليه وبيسمعوه وبيستمتعوا ايوه بالظبط نفس الوقت جواها بقى الرساله بتاعه المغني بالظبط جبت لهم مطرب شعبي هما بيحبوه جدا عملت لهم اغنيه كلها وجع والم وفيها رقص زي بنرقص ايوه شغالين بالظبط وجبت فقراء كتير قوي يتفرجوا انت مش فاهم كانوا مبسوطين بالشو ده ازاي عملت لهم شو انت عايز تبقي مطربه صح او نجمه خالص يعني خالص اي دونت نيد تو اصلا طب انا بس عندي سؤال ايه علاقه عبد الباسط بيتعمل له مساج وانت بتعملي ايديكي بمعاناه الفقراء ما فهمتش انت عارف في كام نوع مساج في نوع اسمه تاي مساج ده بيوجع الجسم جدا ايوه طبعا فدي معاناه في معاناة تانية انه مثلا لو بنت مثلا تلبس هيلز كتير وحد بيعمل لها ريفلكسولوجي او عندها مشكلة في اي حاجة وبتغير زغزغة افكت دي ايوة بدلة. لو هي بتغير من رجلها طب دي تعمل ايه مش دي معاناة بعضها ازاي بالزبط ما لازم يبقى منطقيين بالزبط دي معاناة انت عارف انا بقعد اكتر من ساعة قدام الوان المانيكور عشان اختار اللون اللي هيليق على لبسي النهاردة لا انت كده ممكن ضوافرك تنمل انت بتهزري ولا ايه طب اقول لك حاجه يا جو ايه انت عارف ان انا ضوافري بتتقشر لا لما بعمل لا اكريليك لا لا ما تقوليش كده والله العظيم بتتقشر ايه ده طب وبعدين بتعمل ايه في الموضوع ده يعني بيكون في حاجه بتعالجه بس it takes long time خلي بالك ده مش بره موضوع البرنامج لانه مهم لازم نطمن يعني ترجع زي الاول ولا خلاص كده لا يعني بترجع شويه بس بقول لك بتاخد وقت طويل يعني لا ربنا يستر بصراحه ربنا يكون معاكي حقيقي شكرا فانا عايز اقول لك انه بجد in this life كلنا كل الطبقات بتعاني ده مما لا شك فيه طب انا هستاذنك لو سمحت يا نيلي احنا عايزين ناخد تليفونات بعد إذنك ناخد معنا أول تليفون منال البهتيمي الناشطة والباحثة الحقوقية في مركز اليعثوب الحر أهلا بيك يا منال مساء الخير يا أستاذ يوسف إزاي حضرتك؟ الحمد لله كله تمام منال قولي لي إيه رأيك في مبادرة الفقير وأنا اللي عاملها نيلي مكاوي والكليب اللي احنا عرضناه ليها هي وعبد الباسط حمودة يعني في إطار خدمة المبادرة يعني. ده شيء مخزي ومخزل وأقصى درجات الإهانة والاستهانة بعقولنا وعقول الشعب المصري اللي نزل في 25 يناير علشان يقول لا للنماذج دي من البرجوازية العليا بس للأسف كل شيء حوالينا بينبئ بمستقبل موحش هيرجعنا لعصور الظلام الدامس سوري معلش أنا ما فهمتش هي كده مبسوطة ولا متضايقة دي مزقططة هسألها لك منال نيلي عايزة تتأكد أن أنت مبسوطة من اللي شفتيه الحقيقة مبسوطة طبعا ما هو أمثال الأستاذة من القردة والنسانيس هم اللي من غير شتيمة يا منال ومش عايزين نغلط في الضيفة لو سمحت لا 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 انتي اوفر قوي احترمي نفسك انتي شايفاني مش محترمة ليه
شايفاني ممسوكة بوس ولا كبس؟ بوس ولا كبس يا أستاذ يوسف؟ يا جماعة بوس ولا كبس ده إيه؟ أنا مش عارف يعني إيه بوس ولا كبس بصراحة. شكرا جدا يا منال على أي حال. معانا تليفون تاني، عم عيسى بيكلمنا من مطاي. إزيك عم عيسى؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إيه يا أستاذ يوسف ده؟ يعني انت سايب اللي بيحصل في البلد وجايب لنا الكلام الفاضي ده؟ ما هو بص يا عم عيسى، في النهايه خالص ده جزء من اللي بيحصل في البلد، ودي نماذج موجوده في وسطنا. معلش معلش انا همشي. مفيش حاجه اسمها تمشي. نهدى نسمع بس المتصل لحد الاخر. يا عم عيسى تاني، دي نماذج موجوده وسطنا ولازم نتعامل معاها ولازم نعرض الناس دول ونشوف بيقولوا ايه. دي نماذج مقرفه يا استاذ يوسف. Sorry, I have to leave. لو سمحتي نللي ما فيش حد هيمشي، انا استاذنك نهدى كده، هناخد فاصل، لازم نتعود ان احنا نستحمل اراء المشاهدين، اكيد هيبقى في مع اكيد في ضد. لو سمحتي، شكرا جدا ليك يا عم عيسى، استاذنكم نطلع لفاصل ونكمل الكلام. تعم بشك قول يا اخويا بالهنا والشيف. لا كفايه كده صباح. كفايه ده ايه؟ ده انت بقالك نص ساعه في الطبق التاني بس. ايوه ما انا ما بقدرش غير على طبق واحد بس، الطبق التاني عمره ما كملته. ما تكسفنيش بقى. صدقيني بحياتك عندي بحياه امي مش هقدر، انا اكلت معلقه تانيه ممكن اموت. بعد الشر عليه. طب ده انا كان يجرالي حاجه بجد يا صباح. بجد، اصل انت ما تعرفش غلاوتك عندي قد ايه يا سي عبد الله. صباح انا. انت ايه يا اخوي؟ انا قلبي. ماله قلب؟ هيوقف. من الفرحة؟ لا من القشطة. مالك يا سي عبدالله؟ أنا؟ لا لا أنا زي الفل. الحقوني يا ناس، الحقوني، الراجل هيفيص مني. ماله الأستاذ؟ ماله؟ يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي. زي ما احنا موجودين معاكم دلوقتي بعد الفاصل، كم التليفونات اللي دخلت على الكنترول غير طبيعي، مش متخيل الحقيقة. ناس كتير جدا عايزة تتكلم في موضوع المبادرة والكليب اللي شافوه. احنا معانا على تليفون الحاجة أم فاروق، الحقيقة هي واحدة من غلابة وفقراء هذا الوطن اللي المفترض ان بتتكلم عنهم نيلي. بالمناسبة الحاجة أم فاروق شاركت في الكليب ده. ازيك يا حاجة؟ ايوه يا استاذ يوسف، انا بكلم حضرتك عشان تجيب لي حقي. خير يا حاجة؟ ايه مين اللي خد حقك؟ ايه اللي حصل؟ البنت اللي قاعدة جنبك دي كانت متفقة معانا على حاجة، واللي حصل حاجة تانية خالص. كنا بنصور مع عادل امام جنبكم في البليتو، وجم خدونا واتفقوا معانا وقالوا لنا هيجيبونا في البريك وجبة كنتاكي 3 قطع وريزو، وفي الاخر يجيبولنا 70 كفتة مقددين، ولا طحينة ولا بابا ولا خضرة، وعايزين يحاسبونا كمان على نص يوم. يرضي مين ده يا استاذ يوسف؟ على فكرة انت جايبة كومبارسات. لا المكالمات دي فيك، المكالمات دي كلها من جوه من عندك في الكنترول. كنترول مين وفيك مين؟ انت جايبة كم ناس غير طبيعي مالوا القناة ومالوا الكنترول، احنا ما كناش عارفين نمشي برا. اوكي يبقى انا عرفت مين اللي عامل المكالمات دي، واحب اقول لها يا جيسي انت عمرك ما هتكوني انجح مني، وحسابنا في النادي. امال فين الاسعاف؟ الراجل هيفيص مني. ما تلاقيش يا ست صباح، الاسعاف على وصول. ده ايه الحظ الدكر ده يا رب؟ ايه ده؟ دي البت نيلي. يا لهوي، بقول لك ايه؟ هات الريموت وعلي التلفزيون ده. تلفزيون ايه دلوقتي؟ الراجل بيموت، احنا في ايه ولا في ايه؟ وانت مالك يموت ولا يروح في 60 داهية ومن بقية اهلك؟ اسمع الكلام. حاضر. يا نيلي ما ينفعش نتكلم مع المشاهد كده، قلنا 100 مرة. لا لا معلش، انا عايز اعرف ايه اللي مش عاجبك بقى انت كمان؟ انت كلك على بعضك كده مش عاجباني. طب بتتفرجي عليا ليه؟ روحي اقلبي القناه، روحي اتفرجي على وائل ابراشي ولا عمرو اديب ولا منى الشاذلي. ما تتفرج على مين؟ هي تتفرج على برنامجنا والقناه بتاعتنا. طب اقول لك حاجه، روحي بقى اتعلمي برنامج طبخ كده، شوفي بيعملوا ازاي كريم كراميل، واعملي لاطفالك بقى تسلي. ده يعني الحقيقه مدام منى، مدام منى معلش احنا اسفين جدا 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 على طريقه الكلام. نيلي لازم تهدي اعصابك اكتر من كده وتستحملي الناس لو سمحتي. شكرا جدا ليكي مدام منى. احنا معانا تليفون تاني من الست صباح، بتكلمينا من بيتي. يا نيلي الحقيني. انت مين؟ انا خالتك صباح يا بيت، الحقيني ابوكي بيفيص مني. بابي ماله؟ تعبان؟ يا اختي هو ده وقته؟
الاسعاف هتيجي وهاخده على الفرنساوي. ابقي حصليني انتي بقى على هناك. هو تعبان قوي كده هتسفروه فرنسا؟ لا 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 مش فرنسا ولا حاجه، الفرنساوي ده القصر العيني الفرنساوي ده موجود جنب جاردن سيتي كده لو ليكي اصحاب هناك. طب انا مش عارفه، ممكن تبقى تبعت لي لوكيشن على الواتساب؟ هبعت لك اللوكيشن وهنبعت معاكي حد بالعربيه يوصلك ونطمن على باباكي. ان شاء الله كل حاجه تبقى خير. طبعا احنا اكيد طبعا بنعتذر، واكيد قلبنا مع نيلي ومع والدها، وان شاء الله هنطمن عليها. نستاذنكم، احنا فعلا لازم نختم الحلقه دلوقتي ونتقابل بكره في نفس الميعاد ان شاء الله. يا خيبتك يا صباح، يا حظك الاسود يا شرهان، يا حظك المهبب يا صباح، جت الحزينه تفرح ما لقيت لهاش مطرح، طارت الشغلانه ام 5000 جنيه المنحوس منحوس، ولو علقوا على راسه فانوس. بابي فين؟ انتوا عملتوا فيه ايه؟ اهدي يا نيلي، باباكي كويس موجود جوه مع الدكتور. انت بتتكلمي ليه اصلا؟ مش كفايه اللي حصل بسببكم؟ مش انت اللي بتسالي؟ انا هوديكوا في داهيه انتوا الاثنين، هحبسكم. بقول لك ايه يا بت انت، انا مش عايزه اغلط فيكي عشان خاطر الراجل اللي مرمي جوه، بس انا ممكن ارسلك راس ولا ورق الخاص. خالتي احنا في المستشفى، مش هينفع نرص هنا. لا معلش لو سمحتي سيبيها، لو انت قد كلمتك فعلا اتفضلي رسيلي دلوقتي وانا اكلم لك البوليس يجي ياخدك انت والخص اللي هترسيه ده. وسعي كده. تعالى يا بت. مالك يا بابي؟ الناس المتخلفه دي عملت فيك ايه؟ ما تحاسبي على كلامك يا بت انت. هو عنده ايه لو سمحتي؟ هتعرفي كل حاجه من الدكتور اهو. جه. مساء الخير يا جماعه. ايه الاخبار يا دكتور؟ والله تعبان جدا، بقالي يومين صاحي ورجلي مش قادر ادوس عليها، بس ما تخافيش عليا هبقى كويس. خاف عليك ايه؟ وانا اعرفك اصلا؟ انا بسالك عن بابي. استاذ عبد الله؟ لا ده هيخف، ده ما تقلقيش عليه، هو بس اول ما جه كان حالته تصعب على الكافر. جابوا له دكتور البطنه كشف عليه وكلموني جابوني وانا يا دوب لسه داخل انام. اصلا انا كان بقالي 36 ساعه ما نمتش. انت اسمك ايه؟ نيلي. بقالي 36 ساعه ما نمتش يا نيلي، غير موضوع رجلي ده اللي مش قادر اقف عليه. ورغم كده جيت. وجيت له عملت ايه بقى؟ عملت اشعاعات وتحاليل وكل اللازم. وايه اخبار التحاليل؟ والله في مشاكل، اليوريك اسيد طلع عالي جدا، وغالبا هو ده اللي عامل لي الوجع في رجلي. انا كنت محتار في رجلي ده ما بين اليوريك اسيد ولا الكروكس الجديد اللي هو المخطط ده. انا مالي انا ومال رجلك وقرفك؟ انا بسالك عن بابي، تعبان كويس محتاج يرتاح محتاج دواء. دواء؟ سعاد ازاي ما تفكرنيش بالدواء؟ نسيت تدي بابي الدواء؟ لا نسيت انا اخد الدواء، كان المفروض اخده من ساعتين. مالكش دعوه بنفسك انت، انا بسالك عن بابي، هو حالته ايه؟ استاذ عبد الله؟ لا ده هيخف، بقول لك المشكله فيا انا. سعاد اديني السماعه. لا سمعت الموبايل، عايز اطمن على الاولاد. يا خبر خير، ساعتي مخره جامد. ما تقلقيش عليه، هو بس لخبط في الاكل شويه. لخبط في الاكل ازاي؟ كلت ايه؟ والله ما كلت حاجه من الصبح، ده انا اصلا بصحى من النجمه عشان اجي المستشفى لان انا ساكن في العاشر. يخرب بيتك انت، انا مش بسالك انت، بساله هو. اكلوك ايه الناس المتخلفه دي؟ الله، طب وانا مالي؟ هو اللي اتفس وكل طبق المخاصي كله لوحده. يعني ايه مخاصي؟ اه ايه يا جماعه مش بتردوا ليه؟ يعني ايه مخاصي؟ ايه مخاصي دي يا دكتور؟ بدي اشرحها لها ازاي دي. قول لها. اقول لك عادي؟ ايوه قول. انت ازاي تقول لي كده؟ وانت يا ست يا قليله الادب، ازاي تاكلي بابي الحاجات دي؟ لا بقى. لا يا خالتي سيبيها لي انا. طب معلش يا جماعه، يعني قبل ما تتخانقوا استاذن انا بس عشان عندي ميعاد دكتور، تبقى كلمني. ها يعني هقوم بالسلامه واجي لك. خد بالك من نفسك. حاضر. بقول لك ايه يا بت انت، انت تتكلمي معانا عدل بدل ما اديكي قلم اتففك سنانك. على فكره انا كمان ممكن اديكي قلم اتففك ودانك. ايه الهبل ده؟ مفيش حاجه اسمها تففك ودانك اصلا. هو اصلا مفيش حاجه كمان اسمها تففك سنانك، الناس بتتف تفاف عادي كده تفوق. بس كفاك وقرف انتوا الاثنين. نيلي انا بقيت كويس. لا يا بابي انت مش كويس، عن اذنكم بقى عشان بابي محتاج يرتاح. ليه؟ اتفضلي خدي، خدي لك ميكروباص بقى ولا توك توك ولا الحاجات اللي بتركبوها دي، وانتي والست اللي معاكي دي اتفضلي. لا حبيبتي خليهم لك، ينفعوكي تشتري بيهم شيرز ولا حاجه بدل الجاكيته المقزعره اللي انتي لابساها دي. مقزعره؟ انتي عارفه الجاكيت دي براند ايه اصلا؟ ايه يعني؟ برشكا؟ برشكا؟ الجاكيت دي حبيبتي تشتريكي انتي والشارع بتاعك كله. ليه ان شاء الله؟ جاكيته ولا مرجعه في الصحراوي؟ يا بنات مش كده، كفاياكم تكفى. بابي انت تسكت خالص بالحاجات الغريبه اللي انت كلتها دي، من فضلك. نيلي
انت عيبتي اللي بدأتي. يعني انت معاهم عليا تاني؟ انا مع الحق. اوكي يا بابي، نتحاسب في البيت وكفاية كده عشان ما اقولكش حاجة تانية قدامهم. باي باي. انا اسفة والله يا عمو، يعني هي اللي ابتدت بس كان لازم ارد عليها. لا حبيبتي مفيش حاجة، انت عارفة نيلي عصبية بس بتطلع تطلع وبتنزل على مفيش. لا 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 لا، اذا كانت ردت عليك انت شخصيا مش معقول، يعني دي قليلة الادب، دي ما تربتش ربع ساعة. ما انا بقول لك هي عصبيه. لا 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 يا عمو، لا ما ينفعش بصراحه، عماله تهزقك قدام الناس بصراحه، حضرتك قليت في نظري جامد، مش معقول، خليتك هزق يا بنتي قلبها ابيض والله ما تقصدش. خلاص بقى يا شريهان ما تسكتي بقى. سلامتك يا سي عبد الله، انا مكسوفه من روحي قوي. ظهر يا اخويا ان انا تقلت عليك. انت اللي مكسوفه. انا اللي مكسوف قوي. سرقت منك وامتى؟ كلام مهم قوي. ملحوقه، استريح انت بس يومين ثلاثة في البيت وصلوا بطولك كده وبعدين نبقى نكمل كلام. لا بيتي اللي استريح فيه، انا هنزل الشغل فورا، انت سمعت الدكتور قال ان انا كويس. ده غير سيبك من الدكاترة دي كمان، يعني انا اول ما انزل الشغل هكلم الدكتور بتاعي، الدكتور ربيع احسن دكتور في مصر، هيجي يتابع الحالة. لا تنزل الشغل ازاي وانت تعبان كده؟ خلاص يا خالتي بيقولك هينزل الشغل، وانا ان شاء الله من بكره هنزل استلم الشغل باذن الله، وبعدين هراعي عمي واديله الدواء في ميعاده. خلاص يا خالتي. اذا كان كده معلش، خلاص بقى اللي تشوفوه. الحمد لله على سلامتك يا سي عبد الله. الله يسلمك. انا هبقى عدي عليك في المكتب عشان اطمن عليك. تنوري الدنيا كلها يا ست صباح. تعيش يا سي عبد الله. سلامتك يا اخويا، الف سلامه. الله يسلمك يا غاليه. بعد اذنك. مع السلامه يا عمو، الف سلامه. خد بالك من روحك يا سي عبد الله. بكره الدواء في ميعاده يا سي عبد الله. وبعد هالك صباح. صباح الخير. صباح النور يا فندم. مكتب مستر عبد الله. اتفضلي حضرتك في السكرتيريه. شكرا. صباح الخير. اتفضلي. صباح النور. بعد اذنك كنت عايزه اقابل مستر عبد الله. لا هو في الحقيقه مشغول دلوقتي. اقول له مين؟ انا شريهان عبد الحليم. هو كان قايل لي بنت اخو مستر عبد الله صح؟ هو انا ما بحبش اجيب سيره القرابه في الحاجات دي، بس انا بنت اخوه لازم. ولا يهمك، هو كان مفهمني كل حاجه. اتفضلي معايا انا هوريكي مكتبك. مكتبي؟ مكتبك. اتفضلي. شكرا. طيب اتفضلي بقى اقعدي على مكتبك، وهيجي لك حد دلوقتي يقول لك طبيعه شغلك ايه. شكرا قوي. شكرا. أوكي. شكرا. الحمد لله يا رب، الحمد لله. السلام عليكم، انا شريهان زميلتك هنا ان شاء الله. الله الله الله، يا رب الحمد لله، يا رب يا رب الحمد لله، يا رب الحمد لله، يا رب الحمد لله. ايه ده؟ مش مشكلة، الحمد لله الحمد لله الحمد لله. لا كتير، لا كتير، بس والله لو السقف وقع على دماغي انا عدالك عدالك. لا كتير. لا ايه ده؟ الحمد لله الحمد لله على الحمد لله يا رب. شاور شاور. هاي سو. هاي نيلي، انت كنت فين كل ده؟ اول ما كلمتيني خدت شاور ولبست وعملت ميك اب ونزلت مشيت فيكي ورجعت تاني خدت شاور عشان فيكي بتلحوسني، وبعدين عملت ميك اب ولبست وجيت لك جري. ايوه بس احنا كان معادنا من ساعتين على فكره. سو بليز ما تضايقنيش عشان انا بجد مش طايقه نفسي.
مش عارفه ليه من ساعه ما دخلت الناس قاعده بتبص لي عينيها بتبز، يعني كان جينيفر لورنس دخلت النادي. ليه عينيهم بتبز؟ اه عشان الانترفيو ده. انا قعدت امبارح اتفرجت انا ومامي وجبنا الجيران وجبنا بوب كورن. ايه اللي انت كنتي بتقولي ده؟ يور هيلاريوس. بس هي لوكت اميزنج باي ذا واي. ثانك يو از يوجوال. انت صحيح شفتي البوست اللي جيسي عملت له شيرنج على فيسبوك وتويتر وانستغرام وعملت له سناب شات ستوري واتساب جروب؟ طبعا، ما هي لازم تصطاد في المايه البركه. نالي اي ثينك اتس جود تصطاد في المايه العكره. وات ايفر. اكيد دلوقتي جيسي بقى فرحانه قوي، فاكره ان هي فضحتني وان انا همشي في الشارع بعيط مش مصدقه نفسي ازاي جيسي عملت فيا كده. هي عبيطه دي ولا ايه؟ انا هعرف ازاي اجننها وادمرها واخليها ماشيه كده عينها في الارض. ازاي؟ انت عارفه جيسي دي كان شكلها عامل ازاي قبل ما تنتشر في حياتنا كده؟ عادي طبيعيه زينا يعني. انت فاكره ان هي كانت حلوه ناتشرلي زينا كده؟ اكتشلي زيي يعني؟ لا خالص، دي كلها فيك، كلها من فوق لتحت. مش لازم اقول لك ديتيلز يعني. يو جوكينج، بتهزري. واصلا كمان اسمها مش جيسي ولا حتى جاسمين، اسمها ياسمينة. ايوه، وكانت الناس بتقول لها ياسمينة السمينة. ايوه، يو نو وات سمينة از اوف كورس. يس. انت عارفه بقى بعد كده سافرت لبنان وعملت في نفسها اللي هي عاملاه دلوقتي وخبت كل صورها القديمه. بس انا بقى هعرف اجيب الصور دي وانزلها لها. انا مش هخلي موبايل في مصر غير عليه الصور دي. ايوه بس انت بتقولي ان هي مخبيه الصور، هتجيبي الصور ازاي يعني؟ من صاحبها القديم اللي كانت مصاحباه قبل ما تسافر. مين صاحبها ده؟ احنا نعرفه؟ انا سالت وعرفت ان هو واحد في الجامعه في انجينيرنج. لسه في الجامعه؟ ذاتس سو ويرد. ايه الجهل ده يا سو؟ بقول لك انجينيرنج يعني 9 سنين وسنه التزام او اتزان اي دونت نو. وانت بقى هتروحي تقولي له بليز اديني صور فهيديكي صور. نيفر اندر استيميت مي. مشكلتي معاكي يا سو انك فاكراني سهله. يلا بينا. استني، معاكي مبرد؟ يس ليت مي تشيك بليز، عشان عندي حاجه البنت بتاعت المانيكير بتقولي اسمها ودنه. مساء الخير. بقول لك ايه يا عروسه؟ عظيم يا رب. هو التكييف ده شباك ولا زبلت؟ اسبق ايه؟ زبلت. لا هو تكييف مركزي زي ما انت شايفه عقبال عندك. اه سنترال يعني؟ سنترال. اه بيتك دمك سم. الحمد لله الحمد لله. الو؟ ايوه يا فندم. محدش بيرد على التليفون ليه؟ انا عايز حد من الموظفين يجي لي مكتبي فورا بسرعه. حاضر، تحت امرك يا فندم. فلايت النهارده شكله قرفانه وهيقرفنا كلنا. بقول لك ايه؟ استاذ فلايت كان عايز حد من الموظفين. ما تروحي له انتي. انا؟ بالمره تعرفي انك الموظفه الجديده وتعرفي عليه. هو مين استاذ فلايت ده؟ استاذ فلايت ده بقى يا ستي يبقى مديرنا كلنا. وانا هتعامل مني المدير كده على طول؟ اه. يلا يلا روحي. ماشي. إلسا أستاذ فلايت. ازيك يا أستاذ فلايت؟ لا أستاذ بيئة. هلو مستر فلايت. أوفر دي كمان أوفر. ازيك يا مستر فلايت؟ حلوة دي راسية كده. ازيك يا مستر فلايت؟ يا رب توكلت على الله. ادخل. ازاي حضرتك يا مستر فلايت؟ والله العظيم انا فرحت جدا ان انا هشتغل مع حضرتك يا مستر فلايت، وان شاء الله ان شاء الله اكون عند حسن ظن حضرتك. حضرتك اصل انا قماشه العرض عرضين، تقدر تشكلها زي ما انت عايز، بس حضرتك تدب المقص يا مستر فلايت. تقصدي ايه فلايت؟ مقصود ايه ده؟ حضرتك انا ما اقصدش، انا ما اقصدش جبتيها منين فلايت؟ مش انا اللي جبتها حضرتك، مش انا اللي جبتها، انا اسفه والله. يمكن عشان ده عشان
فهم مين قال لك فلايت؟ مش انا اللي قلت هم اللي ازيك؟ اهلا وسهلا عبد الله. الحمد لله شيرين مبروك يا حبيبتي اول يوم شغل. ربنا يخليك يا عم. انت تمام؟ الحمد لله. منير انا عاوزك تاخد بالك من شريهان. عارف شريهان دي تبقى مين؟ مين؟ بنت عبد الحليم اخويا الله يرحمه. فانا عاوزك تتوصى بيها، دي زي بنتي بالظبط. ما تقلقش يا مستر عبد الله، شريهان في عينيا. تمام، وانت كمان يا شريهان لو عاوزه تتعلمي اصول الشغل خليكي ورا مستر منير. هو وراه صعب بس انا وراه. حاولي يا حبيبتي حاولي عشان خاطر. حاضر. ميرسي يا فندم. عارفه مستر منير ده هيبقى ايه؟ اكبر خلفيه اقتصاديه انا ما شفتهاش قبل كده. والله ولا انا شفتها قبل كده خالص. لا يا فندم حضرتك كمان نسيت خلفيتي القانونيه. تاني هو في مفاجاه تاني؟ هما اتنين؟ امال انا ملك الخلفيات. اسيبكم وانا بقى. ميرسي يا فندم. اتفضل اتفضل يا فندم. طب يا انسة شريهان انا عايزك تركزي معايا كويس قوي، انا احب الجديه والتركيز في الشغل. حاضر. حاضر ورايا. محدش له دعوه، محدش له دعوه، بقول لك محدش له دعوه. ايه ده ايه ده ايه الخناقه دي؟ ملناش دعوه بقى يا سو، عايزين نشوف فين سيف ده. ما تسالي كده لو سمحت. هاي هاي. لا ساعتها هو فين سيف جه الحق؟ هو اللي في الخناقه هناك ده. يعني انتوا عايزين تخبطوا لي عربيتي وتجروا ليه؟ شايفين سجقه؟ بعد الشر حضرتك سجقه. اذا انت زي القمر ده، بس مش عارف في فخده هنا وبتلو يعني بتستوي بسرعه. بسم الله ما شاء الله حضرتك. ايه ده؟ هو الولد ابو عضلات كبيره دي اللي عمال بيزنق الولد التاني عند العربيه؟ لا. هو اللي بيتضرب؟ لا. ما هو مين؟ هو اللي قاعد في العربيه. انا مالي حضرتك، هو اللي سايق. معلش غلطت غلطت، والبني ادم خطاء. انزل كلمه حرام عليك. اطلع يلا بدل ما اعمل لك صاحبك كفته. اطلع. حضرتك شغال في المنوفي حكايه كفته دي؟ اه حلوه الكفته، اعمله كفته هيبقى عسل في الكفته. هو يا حرام يا حرام، انا مش عايزه الضخم ده يضربه. يا رب يفضل كويس بس لحد ما اجيب منه الصور، بعد كده يولع مش مشكله. الحقني حرام عليك. وانا مال؟ انا ما ينفعش انا وانت نتضرب، انا وانت هنموت كده. لازم واحد يعيش عشان يحكي حكايته. طب احكي الحكايه انت. ماشي اضرب. اطلع يلا بدل ما اكسر العربيه فوق دماغك. اكسر العربيه. الو ايوه امي، لا ازاي حضرتك عامله ايه؟ لا مفيش في السوبر ماركت. اه لا بجيب سجق او كفته. ايوه ماما. امي ادعي لي يا امي. ادعي لي شريف، ادعي لي شريف اكتر مني لان هو محتاج الدعاء دلوقتي. تليفون ايه؟ انزل اتكلم، ده وقت تليفون. شريف انت كويس؟ انا كويس. اه انا كويس. طب الحمد لله. طمني. امال قلقني ليه عليك يا اخي؟ اه عارف يا شريف، تعرف ان انت من ارجل ناس عرفتها في حياتي بجد، ونعم الصح. يعني بجد مش عارف اقول لك اسف بجد. في يعني احنا في قاعده زي انت دي. انت بتعمل ايه؟ بدول برتقال. بتدول البرتقال بتاعي ليه؟ وتحط بقك في البرتقال بتاعي ليه يا شريف؟ في ايه طيب؟ بعرف يا شريف ما تحطش بقك في الكوبايه بتاعتي، ما تطلب برتقال يا عم. ما انت اللي طلبت شاي. ماشي ماشي. اوبا في ايه؟ في حتتين قاعدين لوحدهم لو علقناهم وخدناهم ورحنا بيهم ديسكو. ديسكو؟ انت قديم. ما اسمه ايه يا عم الابديت؟ اسمه باب كلاب. محني محني سو. الولد شكله نيرد قوي. اتعلم بس اتعلم، شوف انا اعمل ايه. اتعلم عشان خاطر. تعمل ايه؟ ايه المتخلف اللي جنبه ده؟ بيعمل كده ليه؟ سو بيئة لزج قوي. خلاص جم وبيبصوا لنا. بيبصوا لنا ايه؟ اكيد بيبصوا على حد تاني. احنا حد يبص لنا اصلا؟ انت ايه الدوجلاس دي؟ عايز سكسوكه دي بالنسبه لك عادي؟ سكسوكه ودوجلاس؟ قديم. انت دلوقتي جبتيني هنا اني سير دنت تيل مي، انت هتخشي عليه زي الكائن ده. هقول له ان انا معاه في الجامعه وعايزاه يساعدني في البروجكت. جامعه ايه يا نيلي اللي هتقولي لي عليها دي؟ احنا متخرجين من زمان جدا. هقول له اي كلام يا سو، اي كلام. اهم حاجه ان انا ادخل بيته وافتح الكمبيوتر بتاعه واجيب صور الزفته. طب والنبي بس ما تكلمش خالص، لما يجوا يقعدوا معانا اعمل نفسك ابن خالتي ماشي وخلاص. اوكي. بس مشكلتي ان هو سنتوح قوي، يعني واضح ان انا اللي لازم اروح اتكلم معاه. ترو. يا نهار اسود. ايه اللي علينا؟ ضربونا الصبح في الجراج. قصدك اللي ضربوني انا؟ بغض النظر. مش بغض النظر، انا مش هتضرب تاني يا سيف. انا مش هتضرب تاني. مش هتضرب. يلا نمشي عشان ما نتضربش. ماشي يلا نزوق بسرعه. ماشي شريف ما حسبناش. مش مهم مش مهم.
قومي قومي. Let's go. الحمد لله ان احنا هربنا. الحمد لله انا مش قادر اتضرب تاني خلاص، مش قادر اتضرب. بصراحه شكلك الصبح وانت بتتضرب كان يموت من الضحك، خصوصا الواد اللي ماسكك برقبتك وزنقك في الازاز وانت عامل كده شكلك كان يقتل. في ايه يا سيد؟ في ايه يا سيد؟ ما تزعلش. يا لهوي. ايه؟ احنا متراقبين. من مين؟ تقريبا العيال اللي ضربونا الصبح خرجوا وراني بالكافيه وجايين. يا نهار اسود، عايزين ايه تاني بقى؟ عايزين ايه تاني بقى؟ ما انا اتضربت واتشتمت، عايزين ايه؟ عايزين تف عليك ما تفوش. على فكره هتضرب معايا على فكره. لا اتضرب انا اللي هضرب. مش عايز اتضرب انا، ما ينفعش اتضرب. انا خايف مش قادر. طب بص انا عندي فكره. ايه؟ احنا اول يمين هنخش ونركب، لو دخلوا ورانا وركنوا يبقى هنتنفخ. لو ما دخلوش؟ لو ما دخلوش ما ايه لو ما دخلوش يبقى مش عايزيننا، هي دي محتاجه فقاقه. ماشي خش خش خش. ركنوا ولا لسه؟ العصابه اللي ماشيه ورانا بتراقبنا. انا نايم جنبك ولا ايش حرفني وانا نايم جنبك اهو. طب اطلع شافوهم ركنوا ولا لسه؟ مش هينفع مش هينفع، انا اتضربت كتير قوي النهارده يا سيف، اتضربت كتير قوي يا سيف. ما ينفعش اطلع انا، انت قوي انت قوي يا شريف، انا لو طلعت هتضرب. ركنوا ركنوا. اهدى اهدى. هنعمل ايه؟ هنعمل ايه؟ راجل هنعمل ايه؟ هنعمل ايه؟ ايه ده؟ ما انت اللي غبي، صينيه في الشارع مقفول يا غبي. ما انا كنتش عارف ان هو مقفول. سو هم منيمين الكراسي ولا انا مش شايفه؟ لا منيمينها، اي كانت سي اصلا دماغاتهم. منيمين الكراسي في شارع جانبي ضلمه. انا عملت حسابي وعارف ان غبي. عملت ايه؟ برفان ودورت برفان. مش برفان مش برفان. امال ايه؟ سيلف ديفنس. والمصحف انت برنس. ايه رايك؟ ابوك لو عارف اني معاك في سيلف ديفنس اقسم بالله ابوك هيبهدلك. لو هيبهدلني ليه وانا معايا نسوان؟ ازازه تنقذنا في اللي احنا فيه. خلاص اول ما يجوا من الشباك بتاعك انت هشهم على طول. ماشي ماشي. ايه انت غبي قوي غبي قوي. افرق كم الازاز بتاعك انت، هنعمل ايه؟ تبقى مصيبه تبقى مصيبه. انت هتنشهم. طب خلاص خليه في النص خليه في النص. ماشي ماشي ماشي. لا 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 مش قادره، الكيوريوزيتي هتقتلني، لازم انزل اشوف بيعملوا ايه. ليه؟ ار يو كريزي؟ نو دونت جو. ليه يا بنتي دونت جو ليه؟ انا لازم اعرف. لا اتس تو دينجرس دونت جو. دينجرس ليه؟ دول نيردز اصلا هيعملوا لي ايه؟ انا نازله. نيلي بليز تيك كير. اوكي اوكي. نزلوا جايين من عندك. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. انا اتصرف ازاي؟ اتصرف ازاي؟ اعمل ايه؟ رش في عين رش في عين. لو بصيت في عينه ده تترعش هتقع مني. مش عارف مش عارف. اضرب اضرب. انسه نيلي انا اسف على اللي حصل امبارح. خلاص مفيش مشكله، اصلا كان في عصابه بتطاردني امبارح فانا فكرتك احد افراد العصابه. بليز لو سمحت كفايه، ما تخلينيش اكرهك اكتر ما انا مش طايقاك بجد. كفايه ان انت السبب ان انا ما نزلتش صورتي على انستغرام النهارده، ودي كارثه. طب معلش انا اسف، ممكن بس اطمن على عينيكي؟ خلاص اتس ماتش بيتر النهارده، مش لازم. معلش بس ممكن تقلعي النضاره اشوفها؟ والله صدقني مفيش. خلاص يعني خلاص. عشان ضميري بس بيوجعني معلش انا اسف. بس هو الدكتور قال لي انها تورم شويه، بس قال لي انها تخف على بالليل. لا اله الا الله لا اله الا الله. هو الدكتور قال لك هتخف على بالليل ولا هتعيش بالليل؟ هي بايظه قوي كده؟ لا خالص خالص خالص. البسيها بس بسرعه، البسيها البسي. طيب بصي يا سيف، انا كنت عايزه اطلب منك طلب. عايزه فلوس؟ عايزه كام؟ لا 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 خالص، انا معاك في الجامعه. ايه ده جامعه ايه معايا انا؟ مستحيل، ما شفتيش قبل كده. ازاي يا ابني؟ ده انا بقعد وراك في كل كلاسز. ما حصلش، لو بتقعدي ورايا كنت اعرف يعني، انا بحضر على طول. ما طب افكرك، انا مره استلفت منك استيكه. مستحيل تستلفي مني، لان انا مش هسلف استيكتي لحد، لان اهم حاجه عندي الاستيكه. طب ثانيه، الاستيكه عليها فراوله ومتعضعضه من الجنب. انا ما اتعضعضش الاستيكه عشان اعرف اهميتها، ما اتعضعضهاش انا. وبعدين كان امتى؟ كان يوم ايه؟ كانت محاضرة الدكتور مين لما خدت مني الاستيكه؟ طيب ممكن ننسى حوار الاستيكه دلوقتي، انا عايزاك تساعدني في الجراديويشن بروجكت بتاعي، عشان انا عارفه ان انت من الستودنتس اللي شاطرين قوي في الجامعه، مع انك شكلك اكبر من سنك. لا انا فعلا سني كبير،
اصلا درست جامعتين ودي الجامعه الثالثه ليا. للدرجه دي بتحب التعليم؟ لا مش حد بيحب التعليم، بس انا فاهمك. انا ماما كان نفسها ادخل كليه الحقوق فدخلت كليه الحقوق عشان ما تزعلش. بابا بقى كان نفسه اخش كليه سياسه واقتصاد، دخلت طبعا عشان بابا ما يزعلش. بعد كده بقى درست الحاجه اللي بحبها اللي كان نفسي اخشها من الاول، كليه الهندسه عشان انا ما ازعلش. ايه ده، يور سو سويت. اي حد بيقول لك تدخل اي حاجه كده بتدخلها. طب معلش انا هطلب منك طلب، بس هو مش ده الطلب الاصلي يعني، ده طلب تاني جالي دلوقتي. انا كنت عايزه ادخل باليه، ممكن تدخل معايا؟ والله لو هتستني لاخر السنه دي اخلص المشروع بتاعي ما عنديش مانع ارقص معاك يعني. اوكي هستنى. نرجع بقى للطلب الاولاني الاصلي. وتفضلي. انا كنت عايزك تساعدني في graduation project بتاعي. ايوه، يعني عايزه ايه بالظبط؟ يعني اجيب لك مراجع، اكتب لك مقدمه، ارسم لك ماكيت. بالظبط كده، عايزك تكتب لي مراجع وترسم لي مقدمه وتجيب لي موكيت. اجيب لك موكيت؟ اه. وانت بقى مش تعملي اي حاجه؟ يعني انا هجيب لك كل حاجه وما تاخدي المشروع بتاعي احسن. بص يا سيف، انا امبارح خليت بابي يكلم رئيس المباحث عشان يقبض على العمل كده في عيني، بس ما قلتلوش اسمك، لكن دلوقتي حالا اكلمه واقول له اسمك عادي. لا لا، وتقولي له ليه؟ ما تقوليش اي حاجه، وانت لو احتجتي اي حاجه انا هعملها لك. اقول لك مش عايز الاستيكه، ومعايا ليك حته برايه بمرايه، انما ايه جميله، ومعاك رقمي كلميني. ما يعني انا مش هتاخر عنك في اي حاجه، بس يا ريت ما تقولي. ايه الصوت ده؟ لا ما فيش، ده طفل صغير خبط الترابيزه ووقعها على الارض. ولد شاوي، اسمك ايه يا حبيبي؟ اسمك ايه؟ حمزه؟ حمزه شقي يا حمزه. حمزه ما تمشيش حافي عشان الازاز ما يخش في رجلك يا حبيبي. معلش سوري، انا همشي بقى دلوقتي لان الدكتور قال لي لازم اريح عيني. طيب تحبي اوصلك؟ لا لا خلاص شكرا. هي فين بقى؟ هي مين؟ شنطتي. مع حمزة. الشنطة مع حمزة. يا حبيبي شقي شقي شقاوة، خدي الشنطة يا حبيبي. ميرسي. سيب يا حمزة، سيب يا حبيبي، سيب. بيقولك باي باي، عنده خصلة حلوة قوي حمزة. ثانك يو سيف، باي باي. طب يعني أنا مش هينفع أسيبك في الحالة ديت، لو أوصلك يعني. مالها الحالة؟ في أنا كويسة، أنا بعرف أتحرك لوحدي على فكرة. تمام، خليك أقعد أقعد، مفيش مشكلة خالص. وبعدين بقى يا حمزة في إيه؟ أنا بلعب معاك؟ فين مامة حمزة يا جماعة؟ احنا في نيرسي ولا ايه؟ بتسيبوا ولادكوا كده؟ قدك انا؟ قدك؟ خلاص ما تزعلش، مش هزعقلك تاني. دي ولا دي؟ دي ولا دي؟ سيف سيف. ايه يا شريف؟ بقول لك يا سيف، الطماطم احلى ولا الخيار الهلات السوداء اللي تحت العين دي؟ البتنجان المخلل. يا شريف اللي انت عامله ده، انت حاطط من الماسك بتاع ماما؟ ما ده اللي لقيته عندكم، وبعدين حبيت اعمل كده عشان بصيت تبقى ناعمه ونضره، عشان لما نيلي تيجي بكره تلاقيني زي القمر. وانت مالك ومال نيلي؟ نيلي دي بنت مؤدبه ومحترمه. انا مش عارف ايه اللي خلاني اوافق انها تيجي هنا. ايه المشكله انها تجي لنا البيت؟ يعني ايه العيب في كده يعني؟ المشكله انها بنت وجميله. ايه المشكله في كده؟ ما تبقى تعرفنا على بنات صحابها الموزز ونخرج معاهم ويجونا البيت ونروح لهم البيت ونروح معاهم ديسكو. شريف انا جايبك هنا عشان ما اقعدش انا والبنت لوحدينا، لكن تروح تقول لها بقى عرفيني على الموزز صحابك وجو التحرش بتاعك ده انا ما بحبوش، وما بحبش كلمه ديسكو. لما تلاقيني داخل بحنان شوقي يبقى اقول ديسكو. طب بعيدا بقى عن كل ده، احط طماطم ولا احط خيار؟ حط حته. فين؟ بقولك ايه، هو انتوا لما بتعوزوا تاكلوا بتاكلوا ايه؟ يعني الشبراوي بيجي دليفري؟ يخرب بيت سأل التدويرة وشك. حد عايز حضرتك يا استاذه. حد مين ده؟ صباح الحنان على احلى شريهان على مر الزمان. هاني انت ايه اللي جابك هنا؟ ايه اللي جابك هنا؟ ايه اللي جابك هنا دلوقتي؟ في يا شوشو، دي مقابله تقابلي بيها خطيبك؟ هو انت ليك عين تيجي بعد اللي عملته في الدريم بارك؟ والله يا شوشو انا كان قصدي خير، وبعدين انا عمال اكلمك من ساعتها وانت اللي ما بترديش عليا. وبعدين لو انت فاهمه ان انت بكده بتخلعي من هاني الدبدوب، فلازم تفهمي ان هاني الدبدوب لسه حبوب. من فضلك يا هاني، احنا هنا في مكان عمل، يعني ما ينفعش الزيارات الخاصه دي الا لو كنت عايزني في شغل.
طب ما انا عايزك في شغل. شغل؟ شغل ايه ده بقى؟ مش انتوا شركة شحن؟ ايوه. انا جاي اشحن. تشحن؟ تشحن ايه؟ اشحن بعشة. تشحن بعشة بس؟ طيب عشان خاطر الشمسية دي هشحن ب30. لا في ب25. لا انا خارج من ذمتي 30 والخمسة ليك. انتوا بتعملوا ايه هنا؟ مين ده؟ آه مستر منير ده باينك زبون، مش انت زبون؟ زبون؟ اه انا زبون و كنت جاي اشحن يعني. جاي تشحن؟ اه. تشحن ايه؟ اشحن ب50. نعم 50 ايه؟ طيب ماشي، انت مستقل لهم يعني عشان شركة وانتم موضبين ومكلفين. هشحن ب100 مش هيخسر. هات التليفون اشحنك على الهواء، مفيش بمية. انت جاي تهزر؟ خلاص يا مستر منير، خلاص. هو اساسا كان ماشي، مش انت كنت ماشي؟ مش ايه؟ لا مش بقى هي بقى كده يعني. طب على فكره بقى انا مش زبون ولا حاجه، ودي تبقى خطيبتي. لا لا لا، خطيبي ايه؟ هو انت خطيبي؟ هو انت وقعت على دماغك ولا ايه؟ في ايه يا بنت؟ مش عارفه ليه نسيتك فجاه، ارتبكت بقى. امشي يعني، امشي يعني، ابوس ايدك عشان خاطر. امشي. ماشي يا شوشو، همشي. بس الاول تقولي لي سامحتك. سامحتك يا هاني؟ لا، قولي لي سامحتك يا دبدوب. سامحتك يا دبدوب. لا ما تاكلنيش يا ماما، قوليها زي ما بتقولها لي. سامحتك يا دبدوبي دوبي دوبي. ايوه الغلاسه اللي انتوا فيها دي، اتفضل اطلع بره يا سخيف. هنسى شريهان؟ ايوه فضل. ما ينفعش ابدا، احنا هنا في مكان شغل، ما ينفعش اي زيارات عائليه فيه. وبعدين انت بقالك كام يوم وبيجيلك زيارات، قدام شويه هيحصل ايه؟ اسفه يا فندم، اوعدك مش هتتكرر تاني. خلاص سامحتك. وبعدين ايه البتاع اللي على دماغك دي؟ اصل انت كيف عمال ينقط فيا؟ انت هتحكي لي قصه؟ اقلع البتاع اللي على دماغك دي يلا فورا. حاضر يا فندم، اتفضل. انا هجربك في شغل، اما نشوف. عايزك تعملي لي فايل تحطي لي فيه كل حاجه عن الشحنه بتاعت ايطاليا اللي رايحه الصين، اتفقنا؟ حضرتك دي لعبتي، 5 دقايق وتبقى عندك. دي مواعيد ساعة نستناكي. ها مش ده بيت سيف؟ سيف موجود؟ ولو مش موجود ما ينفعش شريف خالص؟ انت بتستظرف بقى بصراحة. اه اهلا يا نيلي، ازيك؟ بطل غتاتة يلا، وبعدين اقلع الروب بتاع ماما عشان لو شفتك لابسه هبهدلني. الفسكوزة بتاع ماما؟ ايوه اقلعه. انا مالي، ادخل ولا ايه ده؟ بطل غلاسة. اه طبعا، اتفضلي يا نيلي اتفضلي. واو استغفر الله العظيم يا رب، الحمد لله على كل شيء يا رب، صبرني. أنسة شريهان. أيوة. في واحدة بتسأل على حضرتك. واحدة؟ في إيه النهاردة بس؟ يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي. يا ألف نهار أبيض، يا ألف نهار مبروك يا حبيبتي. المكتب الشيك ده بتاعك يا بنت. يا اختي علي يا حبيبه خالته، باينها بدت لك في القفص يا بنت. ايه اللي جابك يا خالتي؟ اقسى عليك، ايه اللي جابني؟ ويا بنت اللي انت لابساه فوق دماغك ده، انت بيشغلوكي هنا ايه؟ بتاعه شماسي بتفرديها يعني، ولا بتشتغلي هنا ايه بالظبط؟ معلش اصلها بتمطر عندي هنا. المهم انت ايه اللي جابك دلوقتي بس يا خالتي؟ اكس عليكي تاني هتقولي لي ايه اللي جابك؟ بصي بقى، انا جايبه لك لقمه يا روح خالتك تاكليها كده بالهنا والشفا. لهوي جايبه لي اكل هنا في الشركه اكل؟ امال هجيب لك فين يعني؟ وبعدين انا فرحانه بيكي. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه اللي بيحصل هنا ده؟ ايه الغاغه دي؟ احنا هنا فين؟ في شركه ولا في مولد؟ انا اسفه قوي يا مستر منير، وبعدين انا ما اعرفهاش اصلا. انت مين يا ابله؟ اخسى عليك يا بنت، بتتنكري مني؟ انت تاني يا شريهان؟ انا مش لاع البتاع اللي على دماغي دي الاول وانا بكلمك. ماشي. انا مش كل شويه حد يجي يزورك في الشركه، ما ينفعش. مشغلين عندنا مين؟ صوفينار؟ ايه يا اخوي؟ مالك عمال تزعق فينا كده ليه؟ فزعت البيت وفزعتنا انا كمان. ايش حال يا اخويا اللي ما كانش عمها صاحب الشركه دي كلها؟ لو سمحت يا مدام، انا مش بكلمك، انا بوجه الكلام للموظفه اللي بتشتغل عندي. وبعدين يا شريهان، ايه الاشكال البلدي دي؟ بلدي؟ انا بلدي يا ابن السمن البلدي. تقصد مين بالسمن البلدي؟ استنى يا بنت، انا اعرف اكلم الاشكال دي كويس. خلاص يا خالتي بلاش ده، بلاش ده بالذات. ليه بلاش ده بالذات؟ ده مدير يا خالتي، ابوس مديرك؟ الراجل البطريق ده مديرك؟ بطريق الامن؟ منير في ايه؟ الحقني يا مستر عبد الله. ست صباح، اهلا وسهلا. ازيك يا سي عبده؟ انا كويس الحمد لله. خير يا فندم، في ايه؟
تعالى يا اخويا شوف موظفينا عمال يشخط فيا من ساعة ما جيت وانا قاعدة عيط عيط. اتهنت والله. اتهنتي؟ مستر عبد الله انا اللي اتهنت. منير ارجوك مستر عبد الله بليز ارجوك. منير اتحرك موفيت. ميرسي. ناس اتفننوا واتحفوا وناس اتكوروا واتحدفوا. الله على الزجل ده. مش ممكن ده صلاح جاهين. دي صباح جاهين. طب مش تقول لنا هانم ان الجايه كنا على الاقل دهنا الارض مربى. والله يا سعبده انا ما كنتش جايه بس البت الغلبانه دي صعبت علي قلت اجيب لها حاجه تتوتت بيها. طب تصوري بقى ان انا زعلان يعني تجيبي البنت لقمه وما تجيبليش انا. ودي حاجه تفوتني يا سعبده. استنى بس ده التقيل جاي ورا. لا يبقى ناكل في مكتبي بقى وسع ونزروت براحتنا. اتفضلي يا هاني ما حصلك. طب والمكتب ده يروح له منين يا سعد؟ اه شوفي لو عديت المكتب الاول ولا اقول لك انت هتحسي بنفسك. حاضر من عيني يا سعد. هروح اكل سعد الاول وبعدين ابقى ارجع لك. مش هتاخر. ماشي يا خالتي. قوي. اه اهلا اهلا شريهان. ايه يا عم؟ يا حبيبتي عامله ايه في الشغل هنا؟ الحمد لله يا عم. طب شوف انا عايز اقول لك على حاجه لو عوزتي اي حاجه صغيره او كبيره ترجعي لي فورا او لمنير. ماشي. هي في بس حاجه واحده. طب انا استاذنك لاني مشغول جدا دلوقتي. طب هقول باي باي. بيتك يا شيخ تخرب بيتك. ايه ده انت بتقرا مجله ميكي لحد دلوقتي؟ اه انا عارف انها حاجه عيالي بس انا بقرا ميكي لحد دلوقتي. مش عيالي خالص. انت عارف ان انا جدي صاحب مجله ميكي هو اللي كان بيكتبها زمان؟ مش معقول. ده جدك ده كان راجل عظيم. طبعا عظيم يا ابني ده جدي. تشربي حاجه؟ سوري تشربي حاجه؟ شاي قهوه نجيب بريل ونخربها؟ الشيء ده مستفز قوي. البريل؟ لا انت. هو مين ده؟ ده شريف كان معانا في الكافيه. انت نسيتيه؟ لا مش فاكراه خالص. ده شريف صاحبي الوحيد وبيعدي عليا هنا كتير. ده كان بايت معايا امبارح. كان بايت معاك وواخد الروب بتاع مامتك. ويرد قوي. لا مش ويرد هو شقي. يا شقي. يلا تشربي ايه بقى؟ ممكن تريبل بيري كيوي سموذي. ايه؟ سموذي. لا انا ما بشربش الحقيقه. لا هي عايزه تشرب. افهم بقى هي عايزه تفك. افهم. انا اجيب كحوليات وننبسط؟ لا 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 خالص انا ما قلتش كده. هات لي ميه. اوكي ماشي ماشي. هاخد وقت في الميه. ها انجز انت بس وفكها كده. يلا يلا انجوي. بصي هو غيتت شريف غيتت بس قلبه ابيض يعني طيب جدا. فين الفايل بقى بتاع المشروع بتاعك؟ الفايل على اللابتوب واللابتوب في العربيه بس انا عندي كوبي على الميل. طب كويس احنا هنشتغل على اللابتوب بتاعي وهبعت لك كل الشغل بالميل. طيب اوكي ماشي. هات اللابتوب بقى عشان انا لما بكتب بنفسي بستعوب اكتر. ايه بستعوب؟ اه لا انا هكتب انا عشان انا سريعه عشان ننجز. يا ابني انا في الكتابه سريعه بس. هذا وقد قرر العالم الفلكي والرياضي البريطاني بريكتور بعد رصده هذه الظاهرة وتمكنه من تصوير لحظة انشطار واجهة الهرم في عام 1920 ميلادية. معلش هي قد بالقاف ولا بالكاف؟ هو انت لسه في قد؟ ايوه بس خليني اتاكد من سبيلنج. بالقاف. قاف اللي هي سيركل وعليها نقطتين. ايوه اوكي. قاف قاف. يا لهوي سريعة سرعة اسرع واحدة. قاف. طيب هذا انت بتطلعي ولا بترجعي؟ ايوه خليني اكتب صح. هذا بالزه ولا بالزاد؟ بالزال. مفيش حاجه اسمها زه ومفيش حاجه اسمها زاد. ازاي في ره زه وفي زاد ضاد؟ اسمها صاد ضاد وره زين. زين ده مش حرف ده اسم بني ادم. حتى في بنات اسمها زينه. انت شكلك ما كنتش شاطر في العربي على فكره. انا خلاص خلاص هكتبها بالزاد. طب قابليني بقى لو لقيت الزاد دي عندك. انا مش عارف انت متعصب ليه يا سيد. اهدى شويه يا سيد. اهدى شويه. انت مش شايف يا شريف. انا مش شايف. انا مع مين؟ انا مش شايف. شريف ما تستعبطش ده بريل. انت هتعملي سكران. ماشي ماشي معلش. خلاص خلاص كمل يلا.
هذا وقد قرر. قرر بالقاف ولا بالكاف؟ بالقاف اللي هي الشركة وعليها نقطتين. اللي هي الشركة وعليها نقطتين. اوكي قاف قرر. ره 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 يا رب ارحمني. ره ره لقيتها. قرر يعني ره تاني. ره ره انت بتدوري على ايه؟ ما هي هي. ما انت لسه دايسه عليها. دوسي عليها تاني. مش لاقياها. يعني ايه مش لاقياها؟ يعني فطت سابت الكيبورد وطارت؟ ده انت غريبه قوي يا شيخه. اهدى بس اهدى اهدى. اوقات الري بتفط من فعلا من الكيبورد. معلش اهدى بتاع. بطل شرب يا اخي البريلا هيقتلك. طب بالراحه على البنت. البنت زي القمر عشان خاطري. بالراحه. على فكره انت موترني جدا والمشكله مش عندي. امال عند انا يا عم؟ المشكله عند انا. عند انا المشكله. خلاص معلش. المشكله في اللابتوب بتاعه صح؟ هو صح. انا معاكي جدا فعلا. اللابتوب بتاعك غير اللابتوب بتاعي. يعني مختلف ازاي يعني؟ هو هو لا اي لابتوب في نفس الكيبورد. لا الكلام عندك انت مختلف. على الاقل انا عندي زاد انت ما عندكش. مفيش حاجه اسمها زاد. انا مش عارفه اشتغل على اللابتوب ده. انا عايزه اللابتوب بتاعي. هو موجود تحت في العربيه. هتنزل تجيبه لي ولا انزل انا اجيبه بنفسي؟ لا لا ما تنزليش انت. انا هنزل واعمل لك اللي انت عايزاه. يلا انزل بقى. متاخر بقى ايه؟ واديني فرصتي بقى كده عشان اقعد معاها شويه. ها نتكلم انا وهي شويه. يلا اديني وقتنا بقى. ماشي. وانت ايه قليل الادب؟ دي بنت مؤدبة مش زي اللي تعرفها. اه ماشي. ايه المشكلة بس؟ أنا مش هقعد معاك لوحدي على فكرة. في انت قفشتي ليه؟ ما كنا لسه بنتكلم وفكرنا ما بدأنا نفك اهو. سيف لو سمحت خد الشيء ده معاك. ماشي يلا. مش هتغير الروب ده؟ ولا البس أبيض أحسن. أبيض يا شريف. شريف سيف تعالى خد المفتاح. خلي بالك عشان انا شاكه ان صاحبك ده ممكن يسرق حاجه من عربيتي. صاحبي ده؟ بتقولوا ايه؟ بتتكلموا في ايه؟ بنتكلم عليك. اوكي ماشي كملوا. لا صاحبي ده مش حرامي. مش حرامي. هو ممكن يكون غلس لكن مش حرامي. خايفه ياخد مثلا سكارف من عندي من العربيه اذا كان اخد الروب بتاع مامتك. لا دي مش سرقه. دي شقاوه. شقي قوي. شقي. اوكي خلي بالك. عامه انا ما تلاقيش. بليز دوري كويس عشان انا مش فاكره حتى اللابتوب فين. طيب حاضر. يعني مش هنتاخر. خد راحتك. البيت بيتك. شكرا. فين الصور بتاعته معاها؟ photos private. ياسمينة. ايه ده؟ دي احلى حاجة حصلت لي في حياتي. دي هتبقى فضيحة جامدة جدا. دي كانت مبزوزة مبزبزة من كل حتة. ايوه يا سيف استنى ما تجيش. لقيت اللابتوب؟ لا ما تطلعش من غيره. دور عليه في كل حتة. دور تحت رجلي كده الحتة اللي بسوق فيها. دور جنب الكرسي التاني. دور بين الكرسيين في الكنبة اللي ورا في شنطة العربية. من فضلك ما تطلعش من غيره عشان اللابتوب بتاعك وترني قوي. ثانك يو باي. هبعت الصور لنفسي على الميل. طب ما انا اعمل لهم شير من الفيسبوك بتاعه وانا ولا من شاف ولا من جري. باي ياسمينة السمينة.